وأجواء الفرحة معكم كنت كلمونا على 70-035-120 70-035-120 وعيد على عزيز عليك والحياة فم تفرح بيك وإن شاء الله عيدكم مبروك على الحياة فم. اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام اللي اختاروا اذاعه الحياه فهم اللي يسمعوا فينا على 93 او اللي يتابعوا فينا على لايف الستريمينج بتاعنا برنامج سبيسيال عيد خاص بالتقديم التهاني للعائله الرياضيه في الحياه فهم. سعيد جدا في البدايه باستقبال محللنا الفني سي علي خليل. مرحبا بك. مرحبا عبد الله ومرحبا بجمهورنا على الحياه فهم ونقول لهم عيدكم مبروك وكل عام انتم حيين بخير ويا ربي ينعاد علينا بالخير واليمن والبركه. ولد الدار اكيد المعد البدني السابق للشبيبه القانونيه حمدي الرئيس، مرحبا بك. مرحبا بك خويا عبد الله، مرحبا بجميع مستمعي ذات الحياه اف ام. بمناسبه الفرصه هذه نحب نهني المستمعين نتاعنا بعيد الفطر المبارك والقراوه الكل والعائله الرياضيه التونسيه بصفه عامه. إن شاء الله عيد مبارك للعائلة كل والأمة الإسلامية جمعاء. أكيد مستمعين الكرام اللي اختاروا طيلة أيام العيد الاستماع للحياة فهم وبرشة تفاعلات خاصة يوم الأول واليوم الثاني، نختموها بالسبيسيال العيد خاصة للعائلة الرياضية. عديد الضيوف إن شاء الله عبر الهاتف باش نستقبلهم تباعا الحصة من 8 إلى 11 متاع الليل، وكذلك ضيوفنا القارين. البداية بسي علي خليل، أكيد سي علي أجواء العيد، نبدأ بالأجواء العيد خاصة أنه كنت في البطولة الليبية كمدرب للفريق الليبي. شاءت الأقدار أنه أول أيام العيد وخاصة العيد الصغير تكون في القروان. سي عبدالله، أول حاجة بلادنا محلاها، قرواننا محلاها، جونا في رمضان محلاها، عدينا معناها فترة في رمضان الحمد لله والشكر لله، تعدت لنا رمضان مبارك ورمضان طيب، ثم اختتمنا شهر الصيام وشهر العبادة، اختتمناه بالعيد السعيد إن شاء الله ربي يعيد علينا بالخير واليمن والبركة. القروان عندها أجواء ممتازة جدا، وعندها شارم، وعندها عيدها محلاه، وعندها رمضانها محلاه، وعندنا تقاليدنا وعاداتنا ونوعية وإسلامنا وكل شيء. القيروان عندها برشا مميزات على برشا بلدان. تحس روحك معناها قاعد عيد، على خاطر تحس روحك في رمضان. ما ينجمش يكون عيد باهي ممتاز الا ما يكون رمضان ممتاز، وما ينجمش يكون معناتها زوز متناسقين مع بعضهم. فالحمد لله والشكر لله على نعمة الإسلام، والحمد لله والشكر لله اللي ربي معناها اختتمنا هالصيام على خير، وإن شاء الله عيدنا مبروك، وإن شاء الله هو عيد الفطر يعني افطرنا اليوم بعد الصيام وبعد كالشعب، إن شاء الله ربي يكفينا ويجازينا ويغفر لنا ويتجاوز عنا إن شاء الله. الحاجة اللي نقول لك معناها القروان ما تبعدش برشا. أنا عديت أعياد كبيرة، عديت 5 سنوات في السعودية، عديت في ليبيا. القيروان الأجواء متاحة تقريبا تتماثل وتتشابه برشا، فيها برشا عبادات، فيها برشا زيارات، فيها برشا الناس تسلم وقريبة لبعضها، والناس معناها تحب بعضها، والناس معناها كل أمسيات وكل في الجوامع وفي البيوت وفي معناها في المنتزهات، الناس قريبة والناس تفرح والناس بشاشة والناس معناها حقيقة. القيروان معناها تقرب برشا للسعودية مثلا. السعودية شنية مميزات السعودية؟ بيوتهم الكل محلولة والناس تفرح وتحبك تجي تشق الفطر بحذاهم، وبعد في العيد يحبك تجي بحذاه كيف حتى في ليبيا الشرق الكل كي بعضه. في العيد الناس الكل في ساعة في شق الفطر في رمضان، يا كابتن نحبوا نلتقى البيوت، مش حتى مدربين، الناس كل يجيبوا الناس كل ويستدعوا ويفرحوا كل الناس تجيهم. وبعد في العيد زاد يحبوا الناس الكل يبدوا ملمومين في المربوعات في ليبيا وفي الاستراحات في يزمة في في في, في, في السعودية. فالأجواء أجواء العالم الإسلامي أجواء الحمد لله أجواء طيبة جدا. إلا أنه أنا نحب نهني القيروان الكل وأهالي القيروان والأهالي معناها أحباء الرياضة وأحباء الشبيبة، ونحب في المفتتح هذه معناها
نحب نرحم على المرحوم اللي معناها مشينا له في العيد الاول، الله يرحمه وينعمه، اخونا وصديقنا محب الشبيبه ومجتمع مدني سي لطفي العبيدي، ان شاء الله ربي يرحمه وربي معناها يختم له بخير، وبات في ليله الفضيله معناها عتق من النار، ان شاء الله ربي يرحمه وربي يغفر له. كل عام نفقد واحد، السنه الفارطه فقدنا محب الشبيبه سي ابراهيم البدوي، اليوم نفقده معناها سي لطفي العبيدي، ان شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم، وان شاء الله معناها يغفر لهم ويسامحهم، ومعناها ونحن مسامحينهم دنيا واخره، وان شاء الله هم يسامحونا والله غالب، وهذيك الدنيا ان الله وان اليه راجعون. ربي يرحمه لطفي العبيدي المحب الوفي للشبيبه القيروانيه. سي علي، ذكرت البلدان العربيه السعوديه ليبيا، وباش نذكروا عده بلدان اخرى ونشوفوا العادات والتقاليد، باش نسافروا توا سي علي وكذلك حمدي، باش نمشيو لمصر وبعد باش نرجعوا، باش يحكي لنا بعد حمدي على الاجواء اللي عاشها البرة. معنا محمد شحاته الناقد والمحلل المصري، مرحبا بك محمد. السلام عليكم استاذ عبد الله وكل الساده المستمعين السيدات، كل عام وانتم بخير، تحياتي للشعب التونسي وبمناسبه عيد الفطر المبارك، وتحيه للامه العربيه. أكيد عيد مبروك محمد شحاتة، وكذلك تحية كبيرة للمصريين والأمة العربية. أكيد محمد، أجواء العيد والعادات والتقاليد اللي هي خلينا نقول ما تختلفش بين البلدان العربية سواء في مصر أو في تونس. بكل تأكيد هي متشابهة إلى حد ما، نفس الثقافة العربية، نفس الثقافة الإسلامية، ليس هناك اختلاف ما بين البلدان العربية في 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 اداء الجميع يؤدي صلاه العيد، الجميع يقوم بالثانيه، الاطفال ينزلون الى الشوارع، نفس الاجواء تقريبا، يعني مظاهر البهجه بتعم كل هذه الاجواء بتعم البلدان العربيه والقاهره وجموع والشعب المصري. واكيد محمد عندك فكره على مدينه القيروان، مدينه القيروان رابعه الثلاث، واكيد عندك فكره على ليله القدر، اكيد انه البلدان العربيه تزور مدينه القيروان. بكل تاكيد يعني الكل، هي القيروان مدينه معروفه ومدينه طريق يعني، وتشتهر دائما، الكل يزور مدينه القيروان، الكل يعتقد في هذه المدينة الشعوب، شعب طبعا شعب طيب جدا، ونفس العادات ونفس الأصول ونفس الجذور ونفس العادات، يعني تقريبا متشابهة ما بين الدول العربية، ومظاهر الاحتفال بالعيد من كل هذه الأمور نفس الشيء التي تحدث ما بين البلدان العربية. محمد، شنو هي الخاصيات اللي تختص بها مصر على كافة البلدان العربية في أيام العيد؟ أعتقد أن نفس يعني صلاة العيد، أعتقد أن الكل يؤدي صلاة العيد، وبعد صلاة بعد انقضاء صلاة العيد الكل بعد انتهاء الصلاة يقوم بالمعايدة على الجميع، الأهل والأقارب بيتصوروا، أعتقد أن ما فيش اختلاف يعني، لأنها نفس ثقافة الشعوب العربية، نفس المظاهر يعني مظاهر البهجة، انتشار الزينة والتنزه في المنتزهات، وأعتقد ما فيش اختلاف كبير ما بين الدول العربية، لأن شعوب ذات ثقافة واحدة، خصوصا شعوب شمال إفريقيا. خويا محمد، كل سنة وانت طيب وعيد مبارك، من العايدين الفائزين على عليك وعلى أهل القاهرة وجميع أهلنا في مصر، وكل سنة وانتم طيبين. نحن نحب نسألوك على الحلويات المصرية اليوم، شنو الحلويات المصرية اللي تمتاز بها القاهرة؟ هذا بكل تأكيد بينتشر الكنافة والكلاش والكحك العيد، وكل هذه الأمور يعني بتباع بمناسبة العيد، يعني هذه أبرز المظاهر يعني بالنسبة للعيد، وبالنسبة للفول السوداني وتفالي وكل هذه الأمور يعني الامور محببه دائما، ما تظهر نشاط للمحلات في هذه الاوقات، وبعد عيد الفطر طبعا
والحلويات كل هذه بطنشة عمليات البيع والشراء يعني نتيجة الإقبال عليها في الهيل يعني. واضح. محمد على شكون تحب تقدم تحية في الختام؟ تحياتي للشعب التونسي بمناسبة عيد الفطر وتمنى التوفيق للرياضة التونسية وأن تعود للواجهة كما سبق. تعرف تونس دائما كانت متمردة في العديد من الرياضات مثل كرة اليد، نتمنى أن تعود كرة الطائرة وأيضا العديد من، نتمنى أن تعود الرياضة التونسية وكرة القدم التونسية، وأتمنى أن أرى اتجاها مغايرا لكرة القدم التونسية في بطولة كأس العالم القادمة. يعني نتمنى أن نرى المنتخب التونسي يتخطى الدور الأول، يعني يكون هناك إعداد جيد يعني. لكن المنتخب التونسي بيمثل الدول العربية، اللي بيدعم المنتخب التونسي والمنتخب المغربي والمنتخب السعودي، نتمنى أن نرى ظهور جيد للمنتخب التونسي في هذه البطولة. استاذ محمد، شكون مش يشجع الشعب المصري؟ شكون مش يشجع، تونس ولا السعوديه؟ شكون الدوله العربيه اللي يشجع الشعب المصري؟ الجمهور المصري شكون يشجع؟ لا اعتقد ان جميع المنتخبات ستلقى نفس المسانده، ولكن اعرف ان دائما شعوب شمال افريقيا هي قريبه الى مصر اكثر من الدول الخليج، يعني مع كل اعتزاز يعني. اعتقد ان المنتخب المغربي والمنتخب التونسي دعما كبيرا حتى من الجالية. أنت تعرف أن هناك جالية كبيرة بالنسبة للجالية المصرية في قطر، يعني أعتقد أكبر جالية عربية في قطر، وسترى هناك الكثير من المصريين حتى الآن حجزوا مباريات للمنتخب التونسي. يعني البعض كان يتحدث معي هناك الآلاف تم حجز بطاقات لمباراة تونس والمغرب. يعني أكبر جالية عربية المصرية في السعودية، اذا معناها تقريبا انتم من دايمين السعوديين. انا اتحدث عن جالية اضعاف عشرات المرات اضعاف ما اكثر من قطر. المصريين اخواننا، نحن خدمنا معهم واصدقائنا ونحبهم. اتحدث عن العرب. ايوه استاذ، لا انا اتحدث عن نقطه مهمه بالنسبه للتواجد العربي في قطر. الجاليه المصريه في قطر، انا اتحدث عن الجاليات العربيه في قطر. الجاليه المصريه هي الاكبر يعني في قطر وليس في الخليج يعني. يعني ان شاء الله معناها نحن تو نطمئن وكونوا المصريين وخيانا مش يشجعوا تونس. ها لا، هناك حتى في اقبال في التساكي يعني نتيجه استطلاع للراي يعني والتحدث مع بعض الاشخاص. في اكثر من يعني 500 شخص حجزوا تساكي لمباريات، او 1000 يصلون الى عدد ال1000 مباريات تونس وايضا مباريات المغرب، ولكن اعتقد ان الرقم الاكبر الحضور سيكون في مباريات تونس يعني المغرب يليه السعوديه يعني. بالنسبة للجماهير المتواجدة في قطر حدث يعني. واضح. شكرا لك محمد. شكرا لك محمد شحاتة الناقد والمحلل الرياضي المصري على كل التوضيحات والعادات والتقاليد المصرية. واختم أنه إن شاء الله عدد كبير من الجالية المصرية باش تشجع البلدان العربية سواء تونس أو المغرب أو السعودية. حمدي، أكيد القروان عاداتها وتقاليدها، وأنت تعرف وعشت البرة وكنت عندك تجارب في الخليج، فما فرق ما بين يعني واحد يعدي العيد متاعه خارج مدينة القيروان يعني في السعودية أو في الإمارات، ما بين واحد يعدي ما بين عائلته ما بين صغاره ما بين أخواته في القروان؟ قبل كل شيء عبد الله، نحب نزيد نترحم على أخونا وصديقنا والمشجع الوفي للشباب الرياضية القيروانية لطفي العبيدي. إن شاء الله نقوله ربي يرحمه وينعمه، إن شاء الله ربي يجعل مثواه الجنة. كما قلت عبد الله، هو كما قال سي علي، راه فما تشابه كبير الى حد بعيد بين الـ الاعياد في الدول العربيه الكل. انا مش نحكي بالنسبه لتجربتي الخاصه، كانت لي معناها 5 اعياد عديتهم البرة من تونس والبرة من القروان، معناها كانوا في دوله الامارات العربيه المتحده والسعوديه العربيه. اما فما تشابه كبير بريسك في معناها في العادات نتاعنا، في التقاليد نتاعنا، معناها مظاهر البهجه تكون موجوده. أما لكن بصراحة سبيسيالمون لهنا في تونس، وخاصة بصفة خاصة في القروان، اللي عاش في القروان ديما المقارنة مش تكون عنده صعيب، يعني أنه بالحق الشارم متاع العيد متاعنا في القروان بصراحة عنده نكهة خاصة وخاصة جدا، سواء العيد الكبير ولا العيد الصغير. نحن ريتها مثلا في العيد في تونس ولا في القروان ديما قبل بمدة تبدأ الأجواء متاع العيد منتشرة في كامل ربوع البلاد، معناها هو ماذا فاش نحن نكون نتميزوا عليهم أكثر، هم فهمتني؟
الكون الشهر متاع العيد تبدا قبل بمده، مثلا اذا كان في العيد الصغير ترقى الحركيه في الاسواق في الشوارع نتاعنا، فما حركيه تحسها غير عاديه، وخاصه في العيد الكبير تظهر. نحن بصراحه نحن كي نشوفوا صغارنا كيفاش يخرجوا بالخرفين وبالعلاش يبداو يدوروا بهم، تحس الشهر متاع العيد تبدا قبل بمده. هذه يمكن الحاجه الوحيده اللي نحن نتميزوا بها على الدول العربيه الاخرى اللي، وديما نحن كيما عدينا العيد كانت الحاجه الوحيده كونه فما برشا توانسه في المنطقه اللي عدينا فيها العيد، نتلموا وقتها في العيد هذيك ونحاولوا نصنعوا الجو نتاعنا التونسي. فهمتني؟ صحيح هي تقعد غربه، ولكن ديما اللمه اللي كانت تلم الاطارات الفنيه التونسيه كانت معناها تنسينا شويه في الغرب. سالي سؤال، اكيد تجربه كبيره وممكن عديت اعياد البرة، وتتش لعبتوا مقابله يوم عيد او ثاني عيد؟ لا لا لا، هما عندهم في الخليج ولا في الشرق بصفه عامه، مش كي تونس. تونس على ساعه تواتي قبل نهار الوقفه ولا نهار العيد ولا ثاني عيد يلعبوا. لا لا، غادي خاصه في السعوديه وخاصه في العيد الكبير عندك سبع ايام. اما بالنسبه للاعياد في الشرق في العيد الصغير ثلاث ايام، هذيك نهارين قبل ونهارين بعد، هذوما اربع ايام عيد ما فماش كلام. ونقول لك حاجه، نحن عندنا مشكله كبيره نحن في تونس، ومعد بدني يعرفها المشكله نتاعك في الاعياد كيما هكا، يروحوا الكل يقعدوا جمعه 10 ايام صحيح، الكل اللي تخدم 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 تجيك تو عندنا تورنوا مثلا، وكان قاعد الكل تروح صحيح، على خاطر عندهم الاعياد ونحن الاعياد عندنا مقدسه ما فماش. الاعياد يحب يعيط في داره، وتو تعرف في ليبيا مثلا ولا في السعوديه اللاعبين الكل محترفين. يعني شنو محترفين؟ مثلا كيقولوا الدوري الليبي انا عندي زوز توانسه، وعندي اربعه من بنغازي، وعندي اربعه من طرابلس، وعندي شكون من سرت. يعني كي يروحوا الكل ما تقعد ثلاثه من الناس درب فيهم، كانوا ولاد جمعيه معناتها ولاد البلاد، غادي 10 معناتها 10 ثلاثه اساسيين و10 معناتها 13 لاعب، فالناس الكل تروح. انا نحب نقول الحاجه، معناها نحن عدينا برشا اعياد حقيقه خارج، فما شدني في بنغازي، في بنغازي عروس البحر الابيض المتوسط نحبها برشا بنغازي. تعرف العيد الصغير عبد الله توا كي تمشي هكا قبل ليله العيد وقبل العيد ونهار العيد ونهار ثاني عيد وثالث العيد، الناس عندهم كرم كبير برشا في الشرق، حتى نحن الحمد لله، لكن كشعوب اسلاميه. تعرف في بنغازي تواول تبدا محطوطه في وسط الشارع، تخرج التواول من الدار ويحطوا فيها جميع الحلويات وجميع الشوكولات، وانت تتعدى تبدا ماشي ويقول لك بالله بوث، وك الصغار يبدا يعني يعطيو للصغار وللكبار والناس الكل، ويفرحوا ويتغشوا، كيما تهزش معاهم تريف شوكولاته ولا متهزش واحده كيك ولا واحده بسكي ولا واحده يتغشش. فالناس معناها كرماء بشكل كبير جدا. رمضان كامل ما تحسش، نحن صحيح عشنا مع بعضنا ونتلموا في رمضان الجاليه التونسيه والمدربين والناس كل حاولوا نتلموا مع بعضنا، لكن هما ما يخليونيش، هما كل يوم شقل الفتر ما يخليكش، يبداو عاملينهم يجيو يقعدوا يبرمجوا، اليوم الكابتن معايا وغدو انت معاك وبعد غدو، ما يخليكش يحشموك. لا، وعندهم عيب كبير كي تقولوا لا ما نجمش نجي، والا والله الحاجه الوحيده اللي تشفع فيك قول والله استدعاني الكابتن محمد وما نجمش نخل بي. يقول لك باه اليوم اللي نقول عندي انا قول عندي مو فلان، يقول لك ليش انت بنتك فارغه معناها ماهيش ما ياخذ من عندك موعد معناها باش تكون معاه. وبصراحه معناها كرم كبير برشا، معناها هذه كل ينم على الاخلاق نتاع المسلم ونتاع العالم الاسلامي والكرم والحنيه والدفء. وعيد الفطر معناها الناس تفرح فيه برشا، تفرح بالحق، تفرح بالافطار، تفرح معناها برمضان، وناس تتمنى كونه يتعاود علينا رمضان بالخير واليمن والبركه. فما حاجات معناها هي بيدها شعوب الإسلامية، اختلافات بسيطة معناها. طيب مثلا القاهرة والقيروان نفس التقاليد ونفس العادات ونفس الاحتفالات، وفي الجوامع وبعد الجوامع. طيب نحن في السيد ما شاء الله معناها نهار الخدمة بتاع القرآن يخرجوا الحلو ويفرحوا الناس وناس تتجمع مع بعضها، معناها يعني فما حاجات تقرب المجتمع وتخلي الألفة أكثر، وتخلي معناها المودة أكثر، وتخلي الحب ما بين المجتمع وما بين أفراد المجتمع. وإذا فما حاجات صارت في وسط العام وكذا،
تنتهي وتمشي على روحها في عيد الفطر وفي رمضان، والتسامح يظهر والناس تحب بعضها والناس تبارك لبعضها والناس معناها تبدأ قريبة لبعضها وتعفو على بعضها، خاطر نحن آخر دعاء رمضان اللهم نسألك والعفو والعافية والمعافاة الدائمة. ناس تلوج فهمتني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. ناس تلوج على العفو وتلوج على التسامح وتلوج معناها قلوبها تبياض وتنسى كل شيء وعفو الله عما سلف وتقرب الناس لبعضها، وهذيك هي أهم حاجة في الحياة. شنية الدنيا فيها دنيا يقعد فيها الذكرى وتقعد فيها كل حاجة الباية فهمتي، تقعد فيها كان الامور الباهيه معناها ودايم ربي وكل شيء يوفى وكل شيء يتعدى وربي يهدي وسمع وكيت حمدي القروان حافظت على الطابع الديني، مسابقات حفظ القران، المدفع اللي حافظنا عليه من بين 24 ولايه وتلاوه القران، حاجات تقعد ديما راسخه بالنسبه للقروان. بالطبيعه القروان بصراحه الطابع الخاص نتاعها يقعد ديما استثناء، بس في الجمهوريه التونسيه يمكن حتى على المستوى العربي اذا كان مش نكبروها او حتى نشوفوا نحن والله حتى لليوم يعني مواطنين تونس لكن من ولايات اخرى مجاوره ديما يعرضوني هنا في القروان ويحكيوا على الطابع الخاص نتاع القروان في رمضان وخاصه في العشر الاواخر فهمتي، وليد 27 كي راهو الجامع الكبير فيها كل الحركيه ذيك وفيها كل ما شاء الله الكم الهائل نتاع المصلين اللي يجيو كما قلت انت الجوائز نتاع حفظ القران في الاذاعات ولا في المساجد. بصراحة لا القروان بالحق تقعد النشيد الدينية القروان تقعد عندها طابعها الخاص بصراحة يحلو فيها العيش خاصة في 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 شهر رمضان فهمتني في المناسبات هذه الدينية فهمتني. هو حتى أمهاتنا زاد تابوا برشا خاصة في شهر رمضان نسينا ما قدمناش التحية بالحق. ربي يرحم أنا عندي أنا زوجتي الله يرحم والدين والديها بصراحة والله وربي يعطيها صحة بدنها وكل أمهاتنا وكل زوجاتنا وكل خياتنا وكل أخواتنا بصراحة يتعبوا برشا في رمضان قلة الخدمة في البرة ويروحوا للدار معناها يطبخوا ومش يطبخ ويتفنوا ويزيدونا كل الحاجات شيخونا بصراحة شيخونا يرحم والديهم وربي وأنا زوجي ربي يرحم والدين والديها بصراحة شيختنا كل عام تشيخنا في رمضان. وذاك علاش من مبدأ المساواة سالي وسي حمدي أنه كما دخلوا معنا يعني سي محمد شحاتة كذلك زاد نسال عندهم زاد دور كبير بالطبع بالطبع أكيد أكيد سعيد جدا باستقبال مدام خولة طقطق من بندورة شباب ورياضة بي سليانة. مرحبا بك مدام. مرحبا بكم كيف المستمعين عايشك سي عبد الله على الدعوة هذه وأنا مسرورة بالمشاركة معكم في الحلقة. أكيد نعيد عليك مرة أخرى عيدك مبروك وكنا نحكيه في الاستوديو أنه زادة أمهاتنا هي اللي تعبت علينا وهم اللي ضحوا خاصة في شهر رمضان وكذلك في عيد الفطر. أكيد مدام نعرفه اللي أنت توا متواجدة وتخدم في سليان بعد ما كنت في ولاية القيروان أكيد فما صعوبات كبيرة بالتنسيق ما بين ولاية القيروان وسليانة وأكيد أنك توا يعني معايدة في القروان. أكيد جدا أنا الحقيقة ما معتها نمشي نعمل نافات مش نياس اللي غادي في سليانة دونك شيء معتها يتعبني شوية أنا حالة ليسانس قريبة 100 كيلومتر دونك 200 كيلومتر يوميا تبقى سيدي رمضان خاطر أبار القروان ما يحلى في حتى بقعة وأنا زملائي سواء في تونس ولا في على كامل الجمهورية معناتها يراو لي فيديو يراو تصاور يقول مش نورمال معناتها رمضان في القروان معناتها صحة ليكم دونك بالحق أنا مرة على موجة من موجات الإذاعية وأنا ماشية في سليانة نسمع في واحد متدخلين يقول لك علاش نقولوا سيدي رمضان سيدي نورمالمون تتعطى للإنسان كلمة سيدي سيمبليفيكس الإنسان ما تقولش عليه رمضان معناتها إنسان جاء ضيف علينا وضيف معناتها مبجل وكي يخرج فريمون تحس كأنه معناتها شكون غادرك حتى نهار العيد اللي هو عيد فرحة على محالة وكل فرحة الإفطار لكن يجي فيه كساد ويظهر كلكم تحسوه كساد نتاع العشية وكل ريح نتاع العشية وكل معناتها فريمون يجي خفيف نظيف ربي يتقبل منا أجمعين كان قصرنا ربي سمحنا وكان معناتها خدمنا وعملنا
ربي يبارك لنا ان شاء الله. ربي يتقبل منا اجمعين. مدام يا مدام عيدك مبروك وكل عام وانتم حيه بخير وان شاء الله من العايدين الفايزين انت وخويا احمد. كل سنه وانت طيب. عايشك وانت بالامثل. عايشك ربي يبارك فيك. عايشك. نحن ما نقولوش تقصير. نحن بصراحه فرحانين بكم برشا ومعناها ونشكروكم على التعب الكل اللي تعبتوه معنا وان شاء الله معناها نحن مقصرين معاكم مشكم انتوما انتوما تعبناكم في الخدمه وفي الدعم في رمضان. هكا هو الشلال ورمضان ما يجيب النكهه نتاعه وكله. وهاني كيما قلت معناتها ويغادرنا ونحزن انا واحده من الناس نحس كي ما شكون فارقني في النهار تيلاني ولا بالحق يهبط عليا وحش وكسيد تقولش عليا معناتها ماذا بيا يقعد رمضان وماذا بينا نعملوا كل قيام وماذا بينا نصلي ونكونوا بالك رانا قصرنا بالك رانا عملنا ولا مش قصرنا بالكوجينا راه نحكي قصرنا التقصير بتاعنا في حكايه العبادات والذكر والدنيا وقراءه القران وكل هذاك التقصير وين اما الكوجينا بطبيعتها راه هو نعرفه مدام خولة أنه طعم النافيات صعيب برشا وسيد أحمد اللي تحية ليه كبيرة برشا اللي يدرب في الدالي الرديبي غرومبيريا أكيد كل يوم تواجد في غرومبيريا ممكن زاد يروح للقروان وتتقابلوا كان يعني وقت الفراغ وهذه فرصة العيد باش نتلموا الناس الكل في القروان باش يكون هو حاضر والأولاد والعائلة كله ونسلموا على بعض. سي عبد الله وأحمد الكافي أنا وياه عشنا في الفوايي نسكنوا فرد بيت وعدينا رمضان فرد بيت مع بعضنا وعدينا رمضانات مش رمضان فهمت كنا زاد أجواء نتاع الطلبة ونحن نقرأ وزاد أجواء طيبة جدا فهمتني ولا بحالة مع الناس تصنيف لكن عندنا أجواء أخرى. ربي يفضلك وربي ربي يفضلك أنت يا مدام أنت وبناتنا وخياتنا وزوجاتنا ربي يخليكم وربي يعينكم. مدام خاولة على شكون تحب تسلم؟ والله نسلم عليكم الكل محالة ونسلم على القراوة الكل واللي نعرفهم واللي خدمت معاهم واللي تعاملت معاهم وربي يفضلكم وربي يحفظنا وربي معناتها وان شاء الله ربي يحفظ القروان وان شاء الله القروان ديما منورتنا في مثل هذه المناسبات وكشفت الزوار وكشفت الناس وش يتقال على وسائل التواصل الاجتماعي معناتها فريمون احنا انا فخوره واحده من الناس اللي ننتمي لولايه كيما ولايه القروان. الحمد لله. الحمد لله شكرا. شكرا ليك. شكرا ليك مدام خاولة تقطق المندوبة الشباب والرياضة بسيرينا هكا. يا عبدالله القروان راهو في العشر الأواخر تولي مزار الجميع التونسيين. الناس تجي للسيد الصحبي والناس تجي لجامع عقبة وتجي تحضر للصلاة وبعد الصلاة الفجر يروحوا. فما ناس معناها مغرومة بالقيروان خاصة أنه خيانة في الساحل. جهات القرى القريبة من الساحل يجيوا برشا وتونس من كل بلاصة يحبونا ويحبوا يعيشوا الأجواء في القروان وياخذوا شوية مقروض وياخذوا شوية حلويات وياخذوا شوية خبز والحقيقة يستمتعوا خاطر نحن تو في القروان التنافس كبير برشا راهو الناس هنا ما عندناش كون يقرب المصحف راهي كلها معناها صحيح. تصلي صحيح. تصلي حافظ القرآن طبعاً. تصلي مباشرة مش طبعاً. يقرأ معناها وهنا والناس كل ماذا بها هي تتقدم تصلي وشكون فلان فما وخيان انا واحد من الناس معناها ملتزم ووفي بالسيد الصحبي نصلي غادي 30 يوم لكن فما وخيان وزملائنا واصحابنا كل يوم يمشي الجامع كل يوم يستمتع بمسجد وكل يوم يمشي بلاصه فهمت ويختم خاطر نحن نهار 27 يختموا في قروان الكل يبداو حزبين ونص وبعد تولي حزبين وبعد يخدموا فنفس اذا نفس الحزبين ونص اللي مش يقراهم في السيد يقراهم في الجامع الكبير يسمعهم في الجامع المنصوره في صبره في المساجد الصغار زاده فهمتني فاجواء كبيره برشا المساجد كل مجهوله وتشعل متعة في القروان متعة كبيرة برشا واضح سالي نعملوا ترتيحه صغيره تو مع الموسيقى ثم نرجع نواصلوا في البلاتو. رجعنا لكم من جديد في سبيسيال عيد خاص بالرياضة والتهاني العيد التسعة غربع مازلنا مواصلين للأحداش متاع الليل كما كنا نحكي وسعلي وكذلك سي حمدي على أجواء العيد في السعودية في ليبيا في تونس كانت معنا منذ قليل مدام خولة تقطق. سي حمدي أكيد فما صعوبات كبيرة يلقاهم المعدل البدني وانت اكيد تعرضت للصعوبات هذه خاصه في فتره العيد اللي الملاعب ياخذوا فتره راحه. بالطبع هو عبد الله خاصه في دول الخليج كما قلنا نحن يعطيه قيمه كبيره يمكن اكثر من
للمناسبات الدينيه خاصه فتره العيد. الاكثريه الملاعبيه يكونوا ماهمش من نفس المنطقه، جايين من مناطق اخرى، معناها تلقى روحك مجبر باش تعطيهم راحه من قبل العيد، والراحه مطوله حتى بعد العيد، توصل حتى في بعض الاحيان حتى العشرة ايام راحه في بعض الدوريات. بالطبيعه نلقاو نحن اشكاليه في كمعدين البدنيين وكمدربين بصفه عامه. الراحه المطوله تقصد الراحة. لا نحكي لك على البيريود نتاع العيد، الا التمرين الصعوبات التمرين في رمضان. لا نحكيو على هذيك رمضان موضوع اخر، نحن نحكيو طبعا على فتره العيد الراحه. ففما في مناطق توصل حتى الراحه حتى العشرة ايام كما قلنا نحن. عشرة ايام ماهيش ما عندها كالتاثير الكبير، لكن فما نسبه كبيره نتاع معناها نقص في على المستوى البدني، خاصه على المستوى القوه العضليه، وخاصه على المستوى نقولوا نحن قوه التحمل عند اللاعب، فهمتني؟ اما لكن ما تاخذش برشا وقت باش ترجع للمستوى اللي وصلنا له قبل نحن في التمارين ولا في المباريات الرسميه، فهمتني؟ تاخذ شويه وقت ويرجع. يعني ينزل برشا ما ينزلش. باهي، وشنو تاثير على البدن؟ معناها التمرين في رمضان ياثر برشا، يجيب لي زاكسيدون ويعمل حاجه. اكيد جدا، في رمضان فما عده اشكاليات معناها تعترض المدربين في الفتره هذه. اولا نحن التغير المفاجئ في النمط نتاع العيش نتاع اللاعب، يكون معناها يخفي 3 وجبات في النهار، معناها في رمضان مش يولي ياخذ في وجبه واحده، ما نحن نوليو نحاولوا نقسموا الوجبات نتاعو على 3 وجبات. معناها صحيح، هما التمارين الاكثريه. وشوف نحن هنا غير في تونس سبيسيالمون، خاطر نلقاو روحنا رانيو مجبرين، خاطر وقت المباراه تكون معناها في العشيه، معناها قبل شق الفطر. لكن في دول الخليج الحاجه لا تول باهي كونك بعد شق الفطر، معناها لونترينمون والماتشوات ما تلقاش اشكاليه. اللي قلنا النقص نتاع الماء، خاطر انه يقعد على فتره طويله اللاعب ناقص ماء، كما قلنا التغير الفجئي في نمط الاكل. والاكل يكون شويه دسم شويه، لانه تلقى اللاعبين يجمعوا معنا الاكل كله في نفس الوجبه. نحن نحاول ديما نعطيو النصائح، نخليو نحن نقسموا الفتره نتاع الفطور على 3 مراحل. المرحله الاولى تكون بعد شق الفطر تكون حاجه قليله نتاع نعطيهم السوائل وشويه معناها فواكه وشويه معناها نقولوا نحن سلطه. يمشيوا يتمرنوا، وبعد التمرين فما وجبه اخرى تكون الوجبه الرئيسيه. وجبه السحور هذيك نحاولوا نخليوها اللي هي الوجبه نحن نقولوا نتاع فطور الصباح قبل، فهمتني؟ سي حمدي يبني على طول الليل ولا نيك نسمن في صحيح لا موجود صحيح في العقفه، ما شكون الكل نقاسيو فيها راهي الحكايه هذيا سالي. اما تعرف شنو نقول حاجه، انا نقول بالنسبه لرمضان نحن في رمضان في لونترينمون في النهار وانت في خصاصة تاع ماء، هذه معناها تخلي تعطي انه هوت بيرفكسيون راهو للجسم. نحن زال لونترينمون فيزيك سورتو فونسي يمشي البوس حتى السوبرا ماكسيمال. شنو السوبرا ماكسيمال؟ يعني تفوت الريزيرف نتاعك، يعني تفوت القيمه اللي تنجمها باش تحط في ظروف صعيبه، يعني تشيرش معناها هنا ان ايتا دو ديكيليبر باش انت تطلع ان ايكيليبر سوبيريور. ها ترى نستغلوه رمضان باش نقلقوا الديزيكيليبر هذايا الكبير باش نوصلوا نحسنوا، خاطر رمضان السلول نتاع البشر، السلول قد ما تكون فيها الماء بالطبع بازيك فما كي تبدا ناقصه ماء وتخدم تولي فما عندك وتحت يعني تتحسن من بعد بالطبيعه. متصور هكا هو نحن هو راه والله سعليت خدموا عليه برشا معناها باحثين برنامج هذا، وراه معناها فما حتى اشكاليه في رمضان واللي يقول تنقص بالعكس فما ديكاليتي فيزيك لقاوهم معناها في رمضان تطلع خاصه كاتيو دو فيتيس. نحن حتى في النوعيه نتاع التمارين اذا كان قبل وصلنا حتى نخمو نحن وقت جاتنا مرات في تونس هنا البريباراسيون فيزيك معناها جاتنا في معناها لابلان بريباراسيون فيزيك جاتنا في رمضان. تصور معناها بريباراسيون فيزيك معناها فما شارج كبيره نتاع اونترينمون، فما فوليوم كبير نتاع اونترينمون، نوصل معناها نحن في البريباراسيون فيزيك نعملوا دو سيونس دونترينمون في رمضان ما يمنعش. اما لكن تعرف اش تختار؟ ترافاي دو فورس يكون قبل شق الفطر، فهمتني؟ ترافاي دونديرونس اللي حاجه فيها طويله وحاجه فيها معناها ديبونس انرجيتيك كبيره ديما نخليوها بعد شق الفطر، حتى الملاعب بياخذ شويه ماء وياخذ شويه سوائل وشويه ماكله، فما ابور انرجيتيك ينجم معناها يستعمله في الحصه التدريبيه الرئيسيه. اهم شيء البروغراماسيون اهم شيء لا سوكسيسيون تاع لي سيونس، دونك لازم ان بون شوا. انا واحد من الناس
نحبذ باش نخدم ديما في لا بويسانس ايرو هي. ونبعد على توسكي انايروبي ونبعد على توسكي انديرونس انايروبي نخدم ديما لا بويسانس لا بويسانس ايروبي والا بويسانس انايروبي ما نطولش خفيف لكن بويسان مجهود نستيميلو انا وترجع فيه سهما صحيح اكيد اكيد نبعد على السيونس طويله برشا طويله اكيد كما ذكر سالي البلدان العربيه اللي تتدرب في الليل باش نسيبوا من مصر نتحولوا للجزائر وين موجود اللاعب السابق للشبيبه الرياضيه القيروانيه والمدرب حميد بهلول عيدك مبروك وسنين دائمه لاشقائنا الجزائريين عيد مبروك وكل عام وانتم بخير ويحييك من سالو الاشقاء التوانسه خاوتنا والضيوف الكرام والقراوه جميعا ان شاء الله يا حب الحميد هذيك مبروك وسنين دائمة وكل عام انتم حيين بخير ولو انا نحن عايدنا على الفيس لكن هذه على المباشر ربي يفضلك ربي يفضلك ربي يفضلك انت راك قيرواني رانا نحبوك راه عندك معزة خاصة عندنا راك قروي اصيل نحبوك ونتشرفوا بيك برشا برشا وبكل الشعب الجزائري ونتمناو للشعب الجزائري كل التقدم وكل معناها التباريك معناها وان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام انتم حيين بخير وان شاء الله يا ربي معناها نزوروكم وتزورونا وتتحل هالامور هذه وتولي خفاف علينا تولي معناها نزيد نقرب لبعضنا اكثر ان شاء الله وننتهت الكورونا وان شاء الله نرجعوا ونزورونا ونزوروكم ونرجعوا نحن شعب واحد حقيقه شعب واحد والله اكيد اكيد والله حبيتنا نفتح قوس برك في الاطار هذا في ايام عيد ايام احتفالات يعني عيد ديني ويعني عزيز علينا كثير ومقدس كاين امورات يصراو في التواصل الاجتماعي رايتنا كاين مجموعات تبثل في الفتن نقول لهم اجتنبوهم الناس هذوما باسكو الشعب التونسي والشعب الجزائري راهي علاقه مقدسه وعلاقه دم وعلاقه مصاهره وتقاليد نفسها وعادات نفسها يعني نيفيتي والحوايج هذوما تاع اللي قاعدين يبثوا في الفتن هذه خاصه بين المناصرين خاصه نحكي انا في الجانب الرياضي راهي ما عندها ما تدي ما تجيب الشعب التونسي والجزائري شعب واحد العلاقه فوق ما يتصوروا الناس يعني مهما واش راح يديروا راهم ما يمسوا حتى شعره من العلاقه الوطيده هذه بين الشعبين والله يا عبد الحميد صدقني خدمنا البرة نحن مع بعضنا نعيشوا عمرنا ما كنا جزائر وتونس نقولوا شعب واحد والحمية على بعضنا ونحبوا بعضنا ونغيروا على بعضنا ونعاونوا بعضنا ونخدموا في ستاف مع بعضنا وقت تشوف في الأوروب شعوب الأكثر ناس قراب لبعضهم هما شعب واحد زي تونس شعب واحد ويبدأوا قراب لبعضهم ويعيشوا مع بعضهم ويتزوجوا من بعضهم ويعني ما تحسش معناها كونه فما تفرقة ولا زوج شعوب حقيقة يعني هذه الحقيقة اللي الناس لازم تعرفها باللي الناس هذوما راهم أشقاء حرب واحدة حاربوا مع بعضهم صاروا بعضهم جيران ان شاء الله كما قلت انت تزيد تفتح الحدود ان شاء الله وترجع لان توحشناك نفس شعور متبادل ونقول لك حاجه اخوي عبد الحميد صدقني يا حميد صدقني فما بعض الشعوب العربيه الاخوه اخواتنا مصريين وسعوديين معناها يغيروا منا ويغيروا ماكل لحمه ما بين الجزائر وتونس معناها يقولوا انتم قراب لبعضكم وتغيروا مع بعضكم وتساندوا بعضكم وتشجعوا بعضكم ومعناها ياسر ما تفهمت يحسوا بينا اللي احنا معناها قراب ياسر اكثر منهم اش بيك تشجع الجزائر ما تشجعش السعوديه اش بيك تشجع الجزائر ما تشجعش المغرب هذه تسمى عطاو الناس عطاو درس كبير يعني الاخوه تاع الصح يعني كي تشوف مثلا نرجع للاطار الرياضي كي تشوف مباراه كي تقول له شكون تربح يقول لك الجزائر كي تقول له شكون تربح يقول لك تونسي يعرفوا باللي فريمون العلاقه راهي وطيده يعني ما ينجموش كيما يقولوا بين الحم والفر ما ينجموش يكسروها خاطرها تعرفش علاش خاطرها طبيعيه خاطرها تلقائيه على خاطرها عفويه على خاطرها نسب على خاطرها معناها طبيعه واحده الدنيا واحده فهمت كمش الحدود والخط ذاك والله نحن نتشرفوا باش نكون واحده برك نكسروا الحدود ان شاء الله يجي نهار يتكسر الحدود ونعيشوا كشعب واحد ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله حبيب في الختام عاش كنت تحب تسلم
والله واش راح نقول لك، بالمناسبه هذه نسلموا على الناس كل، نسلموا اولا نعزي كما نقولوا الاسره الرياضيه على سي لطفي العبيدي الله يرحمها. والله انا متعذر كثير والله يرحمه، والله يرحمه بالحق، الله يرحمه، صدمه والله صدمه. المهم ربي يرحمه ونعزي الناس كلهم، نعزي القراوة وربي يجعله من أهل السنة. آمين آمين رب العالمين. شكرا على الشعور النبيل هذايا، وصديقنا صديق كبير سي عبد الحميد، ويجي بحث سي لطفي الله يرحمه، ومعناها تربطهم برشا علاقات وبرشا أجواء كبيرة برشا ما بين سي عبد الحميد وما بين زيد. رحمه يا خويا، ومن كما نقولوا إن شاء الله يكون من أهل الجنة. آمين آمين رب العالمين. لأنها صدمة كبيرة بصراحة. ان شاء الله حميد تزورنا على قريب، ان شاء الله يتم فتح الحدود بين الجزائر وتونس وتكون متواجد معنا في تونس يا خويا. القيروان شكرا على المكالمه، وربي يفرحكم، وربي ان شاء الله ترجع الشباب للمصاف الكبار، وان شاء الله تكونوا ديما فرحانين ان شاء الله. وشكرا على المكالمه، ربي يحفظكم ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك حميد بهلول اللاعب السابق للشباب. حميد بهلول اللي كان يلعب في القيروان أعطاناك الدفع المعنوي، أعطاناك الأكل مع العفوية، يحب القروان أكثر من القراوة. جرينتا عنده قوية برشا، عنده معناها يجيب في ماتش ويتسال ساعة ماتش يجيبوا فيهم وحده. صحيح. توريت يبكي على لطفي معناها بكل تلقائية. مربوط بالقروان، ديما يجي، ديما يسمع، ديما كذا. إن شاء الله معناها نفتخر ونعتز بصديقته ونعتز به للعب معنا في القروان، وربي بقي عليه ستر، وإن شاء الله وإن شاء الله نتمنى أنا كإطار فني قيرواني باش نكون صادق معك، نتمنى يجي نهار نفكروا في حميد بهلول كمدرب لشبيب القيروان. نتمنى علاش ليه؟ علاش ليه؟ ما فماش حتى مانع، ود جمعية نستفيدوا منه، ممكن يجيب لنا بعض اللاعبين من الجزائر، ممكن يهز لنا بعض معناها فما يلزم في تناقح، ونحن نقولوا شعب واحد، خلينا نكونوا على بلاطة، خلينا نحطوا عمليا الحاجات هذه حقيقة، مش مجاملة وما فيهاش نفاق. أنا نتمنى من المسؤولين يدخلوا، شبيه يجي سي عبد الحميد وغدا يدربنا في الشباب، شنو هي مشكلته؟ شنو مشكلتك أنت؟ أونسيان جوار، أون بروفيسيونيل، لعب برشا، خدم يقرا يراني غادي توا في أزمة، علاش ليه ما ياخذوش تجربة في تونس؟ وفاقوش في التجربة في جمعيته، هي شبيه الأم جمعية القيروان، علاش لا؟ أكيد حمدي حميد بهلول غني عن كل تعريف. أكيد حمدي نستسمحك حين الآن موعد صلاة العشاء حسب مدينة القيروان وما جاور 8 بلاد. الحياة فهم، الحياة فهم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. أكيد تحية كبيرة برشا للي قاعدوا يتفاعلوا معنا ويختاروا الحياة فهم مع 93 القاعدين يتابعوا في برنامجنا. نذكر اللي تواصل حتى ال 11 متاع الليل لتقديم التهاني للعائلة الرياضية، سواء مدربين، لاعبين، رؤساء جمعيات، رؤساء فروع، رؤساء جامعات. أكيد حمدي حاجة باهية برشا أنه العائلة الرياضية الكل تكون يد واحدة، خاصة اللي يعيشوا خارج حدود الوطن، ولا الوطن أو كما أشار منذ قليل اللاعب الجزائري لاعب الشبيبة القيروانية حميد بهلول أنه تونسي وقروي قالبا وقلبا. الراجل متأثر بصديق ربي يرحمه لطفي العبيدي، يحب الشبيبة برشا، لعب في الشبيبة، ديما متواجد في القروان. لولا الظروف خلينا نقوله أنه الحدود ما زلت مسكرة بين تونس وليبيا، لكن حميد بهلول متواجد معنا. حميد صحيح تأثر في الهاتف على يعني موت صديقه وعشيره لطفي العبيدي، هذا ايش نربحهم الكرة حمدي؟ والله كما قلت عبد الله في الاخر الرياضة والكرة بصفة خاصة هذه ايش تربح منها؟ العلاقات الباهية، العلاقات الإنسانية، كما كنت تحكي على حميد بهلول، حميد بهلول صدقني ما فماش معناها، نحن كنا راه حديثنا هنا في القروان ديما المدار نتاعو ديما شبيبة الرياضية القيروانية، فهمت؟ ما فماش فرصة نجبو فيها على الشبيب، إذا كان مش تحكي على الشبيب مش تحكي على تاريخ، ديما نحن عندنا كالنظر للتاريخ نتاعنا الثري نتاع الشبيبة الرياضية القيروانية، نجبو على المهاجمين تاريخيين للشبيب بما فيهم حميد بهلول من أحسن اللاعبين الأجانب اللي لعبوا بالحق في الشبيبة الرياضية القيروانية. حميد بهلول نعتبروه ولدنا، حميد بهلول بصراحة
يعطيه الصحة على الشعور الإنساني هذا اللي توا كان اللي يعبر وظهر عليه على موت صديقنا لطفي العبيدي إن شاء الله ربي يرحمه. هذيك هي في الاخر هذيك هي الرياضه بالحق. الرياضه راهي تقرب وما تبعدش. صحيح ان الالوان نتاعنا تختلف في سواء من جمعيه لجمعيه ولا منتخب لمنتخب، اما لكن ديما الرياضه الابعاد الكبيره نتاعها هي كون تجمع الناس، هي تقرب، وان شاء الله معناها نحن ديما نكونوا نحن نعطيوا المثال الباهي الرياضيين، مثال باهي معناها للمشجعين نتاعنا وللمحبين نتاعنا، كوني الرياضه هي اللي تلمنا، هي اللي تجمعنا وما تفرقناش. واكيد باش نحكيوا على تجربتك حمدي، اكيد خذ التجربه في السعوديه مع عامر دربيل، اكيد انه الاجواء مخالفه ما بين السعوديه وتونس، ربما الحاجه الباهيه اللي خلتك يعني التجربه تكون ناجحه بما انه الاطار الفني كله تونسي. كما قلت الاطار خاصه توا الاعوام الاخرى الاطار الفني كله تونسي و90% قروي، فهمتني؟ لانه سي عامر دربيل هو المدرب الاول، وانا معد البدني، لطفي السلامي هو مساعد المدرب، ومعنا جاسم الخلوفي مدرب حراس، وحمزه التوج اخصائي علاج طبيعي. معناها بريسك تجب تقول 75% من الاطار الفني هو قروي. بالحق الغربه راك شكون ينسك فيها؟ الغربه ينسك فيها الصاحب، واذا كان الصاحب يكون ولد بلادك معناها ولد جهتك، معناها تكون الواقع نتاع الغربه يكون اقل برشا، فهمتني؟ هو مش كان انتم تمشيوا لبرا وتسافروا وتمشيوا للخليج كذاك، زاد اعلاميين اللي يمشيوا خارج حدود الدوله، فما اعلاميين يعني اصلهم يعني من ولايه القيروان لكن شات الاقدار انهم يكونوا يعني في ولايات اخرى، خاصه عن اعلامي خلينا نقولوا فهمي البرهومي اصيل مدينه القيروان، فهمي اللي عايش في تونس، وصحفي اعلامي رياضي باذاعه موزايك صديق الاذاعه فهمي البرهومي، نقولوا له عيدك مبروك وسنين دائما. عيدك مبروك عبد الله، عيد مبروك للقراوه الكل، الناس الكل يسمعوا فينا. السي نورديل في بالي بحذاك، سي علي خليل بحذاك، ما عرفش شكون بحذاك اخر. سي حمدي الرئيس، وفي انتظار يلتحق بنا بعد قليل ان شاء الله سي فتحي بن غان. اي سي فتحي وسي حمدي يعطيهم الصحه، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وربي يحييكم الامثال ان شاء الله. اكيد فهمي الاجواء خلينا نقولوا انت ولد القروان وتعرف اجواء مدينه القروان، اكيد فما فرق ما بين القروان وبعض الولايات الاخرين. نعرف ان القروان ما زالت تحافظ على الطابع الديني المدفع اللي معروف القروان، الاناشيد ليله 27، وانت اكيد قبل كنت حاضر في القروان وتعرف الاجواء. صحيح عبد الله، قبل كل شيء نحب نغتنم الفرصه ونترحم على لطفي العبيدي المحب الوفي للشبيبه ابن القيروان، لطفي اللي معناها الوفاه نتاعو يظل مست الناس الكل في القيروان، ربي يرحمه وربي ينعمه، وان شاء الله من دنيته الجنت. والحقيقه فقيد هذا انا شخص عزيز عليا برشا وموجوع في العيد بوفاته. لكن نجي للموضوع نتاعك، اكيد انه انا ممكن من حسن حظي البارح اني كنت متواجد في القيروان بحكم انه عيد وبحكم جنازه لطفي، لكن بطبيعه قروان ونلقى فرصه اني نكون موجود. وما ننساوش الموضوع اللي نحكيو فيه كونه القيروان في كل الحالات يعني كل سواء مناسبه كبيره ولا حتى في الايام العاديه ديما، وانا شخصيا كنت معناها مشيت زرت عديد البلدان في العالم، سر القيروان ريحه القيروان ما فماش في العالم، يعني قيروان بلاد بتاريخها بأصالتها ما تغيرش على عبر العصور عبر التاريخ. فالحقيقة يبقى ديما رمضان ويبقى ديما العيد ويبقى ديما جونا وحده، حفلاتنا مناسباتنا حاجة خاصة جدا وطابع خاص قيرواني. تقول لي انت كيفاش تعيش بعيد؟ وانا عندي توا سنوات بعيد على القروان، لكن نحاول كل مرة ونجي الفرصة نجي ونشم ريحة البلاد، وحاجه هذوما جذور الواحد، ويحاول ديما يعاود يرجع يشم ريحه البلاد. فمقارنه ببرشا بلايص عشت فيهم ديما تبقى القيروان هي الاستثناء. اكيد طبعا القروان يبقى هو بيده، واكيد كل ما نغتنم الفرصه فهمي انه الاعلامي اكيد يتعب برشا، خاصه يعني موجود في الوسيله الاعلاميه وينجم يكون خارج حدود الوطن، وتعرف انت العمل والتعب الكل، فرصه باش الانسان في عيد الفطر او عيد الاضحى تكون مناسبه باش يعيد على المالي نتاعو على العائله نتاعو. اكيد انه انت العائله نتاعك موجوده في القروان، وهذه فرصه باهيه برشا انه الانسان يكون متواجد مع عائلته، ثم فتره راحه خلينا نقولوا بين قوسين قصيره، ثم العوده للعمل.
صحيح صحيح والله. انا ممكن انا حتى جيت البارحه تقريبا زياره ما دامتش ساعتين ثلاثه، رجعت للعاصمه بحكم عندي التزام مهني. للاسف انه الواحد حتى كي يجي القروان ما يلقاش راحته على مستوى الوقت للاسف، معناها ديما الالتزامات نتاعو تخليه كونه تكون زيارته خفيفه يحاول يطلع على الاحباب لاصحابه ويرجع في تغريده. للاسف الالتزام بالطبيعه يجب الواحد يوفق بين العمل نتاعو وبين انه يستغل الاوقات اللي يكون فيها متواجد مع العائله باش على الاقل يشوفهم ويحكي معاهم ويتمنى عليهم. وانا ديما نحاول ان اي نلقى اي فرصه باش نجي القروان، انه الواحد يجي يطل ويشوف الناس الكل. والبارحه يعني كانت زياره خاصه والحمد لله، لكن بالطبيعه كما قلت عبد الله الالتزامات المهنيه انه تخلي الانسان. ممكن احنا راهو في تونس محظوظين توا سي نوردين تبارك الله غربه يعرف يا مستاهل انه ديبلاسمون من الامارات وتونس عن على الاقل العاصمه مش بعيده برشا، معناها ساعتين من زمان تكون موجود ربما ممكن هذا افونتاج. باقي ديما احنا راهو باللي راهو كي تخرج من القروان ديما تحسها بعيده عليك، لكن بوتيتر انه توا الوقت هذا نتاع مواقع التواصل الاجتماعي والديجيتال وغيره ديما يخليك انك تكون كونيكتي وتتبع كل كبيره وصغيره. واضح. فهمي يحب يتفاعل معك سي حمدي الرئيس. فهمي خويا عيدك مبارك، شارك كل عام وانت حي بخير، ربي يحيك الامثاله. يعيشك يا حمدي بالعافيه بخير. فهمي البارح بالحق ريناه متواجد في جنازه خونا لطفي، يعطيك الصحه فهمي على الشعور نبيل. حبيت نعيد عليك فهمي، وحبيت زاد ان بالحق يعطيك الصحه على التشجيع اللامتناهي نتاعك للشباب الرياضي القيرواني، هذا قاعدين نشوفوا فيه بصراحه. يعطيك الصحة فهمي، وهذيك هي جمعيتنا ما تكبر كان بأولادها في المجالات كل، سواء صحافي سواء مدرب سواء مشجع، هذيك جمعيتنا ويعطيك الصحة بتنشر كنا من المنبر ذي. أنا بالعكس هذا واجب وسعلية ويعرف معني أنا كلي شرف أن ينتمي للشبيبة في أصناف الشباب في الأصغر وتعليق لي لعلمنا برشا حاجات وعنده كلمة احنا صغار معناها نتعلم وراه على كبارنا. قبل اي انترينمون نبداو معناها كسوا اللي تستي اللي ما تستيش اللي باش يلعب تيتولير ما يلعبش، الناس كل يد في اليد نحطوا كنا عندنا جسكا تعيش 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 الكلمة هذه تتعاود. وقتها في دار الشباب الناس كل تسمعنا يتلفت تقول لك شفما انا لتوا الصوت هذاك الحس هذاك في ودني موجود. تعلمنا برشا من سي علي، تعلمنا برشا على كبارنا. وحب الشبيبة يعني حاجة ماهيش تتعلم، حاجه اللي تتورث وحاجه اللي تتعدى في الليجان خلينا نقولوا في الجينات نتاعنا. اذا كان انا نغير ولا نحكي على الشبيب ولا حتى على القيروان بصفه عامه فهذا واجب وهذا حق القروان عليا، لاني انا كبرت في القروان وعشت في القروان وديما اصلي وعائلتي وديما يزني الراب الجميل لبلادي لانه هذا واجب علي. ولزمنا نكون الحقيقه القراوي الكل نرجعوا ونعترفوا بالجميل للبلاد، وخاصه اذا كان نحكيو من ناحيه رياضيه فريق عريقة مشابهة ورياضية القيروانية اللي إن شاء الله معناها الحقيقة هذه فرصة باش نستغلوها نحاولوا على الأقل نلقاو مشروع جديد، نلقاو فكرة جديدة بالشبيبة تبعد على اللي صاير هذا كل عام تلعب نجل النزول والقسم الثاني مرة ثانية في الرابطة الثانية، وإن شاء الله نلقاو الحل اللي باش ترجع فيه الشبيبة وتواصل للبقاء في الرابطة الأولى إن شاء الله يا ربي. إن شاء واضح. فهمي في الختام على شكون تحب تسلم؟ والله نحب نسلم عليكم، نسلم على أولاد بحداكم بالبلاتو، نسلم على القراوة الكل، إن شاء الله عيدكم مبروك. على الأقل سنة معناها ربي يعني بعد علينا وباء الكورونا، عيد السنة الحمد لله مش كيما عيد عام نور واللي قبله كنا الكل بعد ربعنا ما نجموش نزاوروا، لكن هذه قربنا لبعضنا. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير وربي يحييكم لنساله، والحياة فيها إن شاء الله من المزيد من التألق لأنه هذا زاد كيف منبر إعلامي في القاهرة وين نفتخروا به، وإن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل. شكرا لك فهمي البرهومي الإعلامي الرياضي بذات موزايك ابن القيروان. أكيد حمدي كما قال فهمي البارح كان متواجد في جنازة المرحوم لطفي العبيدي، أكيد برشا وجوه رياضية كانت موجودة البارح. لا بالحق أنا والله البارح بصراحة تفاجأت، ما هو ما تفاجأش لأنه لطفي بصراحة محبوب ياسر في القروان. البارح ما قصرتش العباد الكل، وهذه أقل حاجة نجمه نقدمه هالو لطفي، معناها كون على الأقل الناس في الجنازة نتاعه تخرج ناس كله تحضر وتدعي له بالرحمة. فهمتني لطفي الناس كل تعرفه بصراحة، معناها متيم بحب الشبيبة لطفي، وما يتكلمش لطفي يمكن من معناها من الأسباب اللي مرضته لطفي هو الوضع نتاع الشبيبة اللي عاشته في السنوات الأخيرة. حسيروا نحن من نجم كان نترحموا عليه، نقول إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه، وإن شاء الله ربي يرزقه الجنة ويرزقنا نحن وأهله
جميل الصبر والسلوان. وهي لفتة باهية من مسؤولي الشباب القرن كما شفنا البارح، أقل واجب أقل واجب، أقل واجب لفتة كبيرة. ومسؤولين كانوا حاضرين في الجنازة المرحوم لطفي العبيدي اللي يعرفوه الشارع الكل خاصة الإعلاميين تونس الكل أنه محب وفي للشبيبة واللي يحضر في كل المقابلات. وفقدنا للأسف حمدي برشا أحباء للشبيبة كذلك في صلب للشبيبة القرنسي محمد النجار سويح يعني عديد الأسماء معروفين بحبهم للشبيبة. صحيح والله بالحق أنا أول مرة واحد بصراحة خاصة العام ذي هو كهو ذيك معناها في الأخر هي كلها أجال ووقت الواحد يجي الأجال متاعه معناها ذيك معناها الموت حق علينا الناس الكل. الصدمة الأولى يعني بالنسبة لي أنا موت خليفة السويح بصراحة اللي نترحموا عليه المنبر هذا خليفة السويح اللي عاشر عن قرب خليفة السويح عرسة من عرس الشبيبة الرياضية القيروانية ذاك بالحق خلى وقع كبير علي وعلى يمكن على محبين الشبيبة بصفة عامة بعد سي محمد صالح النجار لطفي البدوي قبل لطفي راهو صديق معناها مقرب ياسر مش لطفي البدوي استغفر الله سي محمد النجار سي محمد صالح النجار لا 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 محمد رسول الله مشجع ابراهيم البدوي استغفر الله ابراهيم البدوي ابراهيم البدوي راهو صاحب لطفي معناها صاحبه الروح بالروح فهمتني سبحان الله هما طاو في دار الحق ونحن في دار الباطل ان شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم وان شاء الله ديما ما ننساوهمش هذوما على الاقل ديما يقعدوا محفورين في الذاكره نتاع المشجعين نتاع الشباب الرياضيه القيروانيه وديما حتى نتفكروا عائلاتهم على الاقل الاخر باش نخفوا عليهم وقع المصيبه هذه أكيد ربي يرحمهم. حمدي منذ تواجدك في ولاية القيروان عملت طلع على أصحابك شفنا حضورك خاصة مع صنف الأواصل للشبيبة القيروانية مع المدرب خالد الجيزاني وكنا حضرنا للمقابلة انتصار الشبيبة على الأمل الرياضي بحمسوس هدفين مقابل صفر. بدرة طيبة منك أنت أنك وقفت مع سي خالد الجيزاني خاصة للتحضير البدني للملعبين. والله يا عبد الله صدقني معناها من غير حتى راهو معناها كيك مشيت بكل تلقائية وعفوية أول ما حكاولي خاطر قالوا لي عندنا كاتيجوري نتاع أواصل باهي برشا هذاك راه واجب علينا سمعنا حتى مزيه على جمعيتنا فهمتني الواحد من مكان النجم يعاون به ماذا بين ما يبخلش على الجمعيه هذه خاصه في الفتره هذه اللي فيها ازمه ماليه كبيره قاعده تعيشها شباب الرياضيه القيروانيه. اول ما اتصل بي سي خالد الجيزاني وبعض المحبين على كنت موجود لا اكثر حاجه هي راي موتيفاسيون للملاعبيه راكم معناها انتوما لونتي شامبر نتاع ليكيب سينيور نتاعنا انتوما راكم مستقبل الجمعيه هذه على الميساج اللي حابين نوصلوه انتوما راكم مستقبل الجمعيه انتوما عندنا بالحق كاتيجوري بها فيها برشا ملاعبيه باهين برشا من المنبر هذينا نحب ندعي الناس كل معناها طول الراي الشبيبه ماهيش كان ليكيب معناها ليكيب سينيور هي ليكيب سينيور هي اللي ماجد مارك نتاع الجمعيه كامله ولكن راهو فما ديما نحن نشوفوا مستقبل الجمعيه راهو فما عنا معناها في لي كاتيجوري دي جون لازمنا نقفوا وقفه باهيه راهي بصراحه ظروف صعيبه حسب ما شفت هنا ما هيش نتاع الشباب الرياضيه القيروانيه حبيت نمشي للكاتيجوري هذيك ونلقى ظروف خير من هكا انا كي نقول هكا راهو ذا نقد بناء باش معناها ان الناس تفيق شويه وتقف جمعيتها ان شاء الله الكاتيجوري هذه اللي فاش تتمثل الحمد لله ظروف صعيبه يعني شنو الحاجات اللي يعني خاصه على المستوى الماتريال معناها الماتريال ما فماش بالحق ناقصين شويه ماتريال شويه كور هكا ماذا بينا شويه حتى الوقفه اللي فات الوقفه تقفوا معاها كي راهو معناها الناس كي راهو معناها المان كورونت فيها الناس معناها شخصيات من قروان من الهيئه سواء مشجعين قدم سواء مدربين قدم كي راهو العباد واقفه راهو ذاك معناها دافع معنوي لهم باش يزيدوا يتقدموا باش يزيدوا يتطوروا في ويخدموا جمعيتهم معناها يخدموا بقلبه رب فهمتني ان شاء الله نحن نقولوا ان شاء الله ربي يوفقوا سي خالد الجيزاني معناها وان شاء الله يوصل بها الكاتيجوريه هذيا علاش ما يهزش بها البطوله علاش ليه فهمتني هو بالمناسبة انتصار اليوم الشبيبة القرنية أواس على نصرة بولبة بستة أهداف مقابل هدف وفريق الأواس اللي قدم في أداء كبير برشا بشهادة الفنيين كذلك تحية لي كبيرة برشا سي خالد الجيزاني اللي يشرف على أواس الشبيبة الرياضية القيروانية وكذلك ما ننساوش أنه فما رؤساء الرابطات اللي أشرفت خاصة رابطة القيروان تحية كبيرة لسي وحيد الدبيشي اللي أشرف لعدة سنوات على رابطة القيروان ونتائج مشرفة وبعض الفرق اللي صعدت للمستوى الرابطة الثالثة وكذلك للرابطة الثانية مؤخرا مستقبل السبيخة عمل كبير وجبار بالمناسبة نقدموا له تحية كبيرة برشا ونستقبلوا المكالمة الهاتفية ونقولوا له عيدك مبروك وسنين دائمة سي وحيد
اهلا وسهلا، شنو احوالك؟ مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي حياة اف ام. بارك الله فيكم على المعايدة اللطيفة، ان شاء الله كل عام واحنا حيين خير، وان شاء الله كل عام وتونس وشعب تونس حيين خير، وان شاء الله الرياضة ديما بخير. ان شاء الله الرياضة ديما بخير سي وحيد. اكيد نهاية الموسم لرابطة القيروان، شوية راحة ثم الرجوع للعمل، كيفاش عديت العيد متاعك؟ أول أيام العيد وثاني أيام العيد. والله الحمد لله كيف الشعب التونسي، مشينا زرنا الأقارب والأحباب، مشينا رحمنا على الوالد والوالدة ربي يرحمهم ويرحم جميع موتنا. معناها اتصلوا بي العديد من الأخيان للمعايدة الهاتفية وإلا معناها عبر شبكة التواصل الاجتماعي. بطبيعة طوى نحن أنهينا الموسم الرياضي، ولكن معناها ديما على اتصال بالأخيان معناها الرياضيين، سواء رؤساء جمعيات ولا مسؤولين عن الجمعيات. معناها إن شاء الله نستعد طوى مبدئيا الاحتفالية، احتفالية اختتام الموسم الرياضي. ان شاء الله تكون في القريب العاجل لتتويج كافة المتفوقين في كل الاصناف من صنف المدارس الى صنف الاكابر. ان شاء الله مازلنا ما حددناش المكان اللي نجم يكون في احد نزل مدينة قيروان. نستقبل فيها كل المتألقين، سواء المتألقين على مستوى النتائج الرياضية او المتألقين في الروح الرياضية اللي نحن نأكد ونعود عليها. هذا هو الأهم بالنسبة لنا، سواء الناس اللي خدمة تعبت، سواء من بعض المدربين ولا المسؤولين. هذه مش تكون احتفالية، أنا اختتام نشاط الرياضي هذا الموسم 2021-2022، وبالطبيعة معناها بعدها مباشرة سنبدأ نفكر معناها في الأعداد والانطلاق للموسم القادم بحول الله. إن شاء الله إن شاء الله. سي وحيد في الختام علاش كنت حاب تسلم؟ والله نحب نسلم على كافة الأحباب والخيان، على أسرتي المضايقة وأسرتي الرياضية الموسعة وأسرتي وكافة الزملاء في قطاع الشباب. نحب نسلم على كل الأحبة وعلى كافة متساكني القيروان ومعتمدياتها، وكافة الخيان اللي يعرفونا من الأصدقاء في تونس الحديدة. واضح، شكرا لك. وعيدكم انتم زاد ان شاء الله عيدكم سعيد كاسره، سواء الاسره التنشيطيه في اذاعه الحياه اف ام ولا الاخيان التقنيين الكل، ما تعرفوهم بالطبيعه ما غير انا نعرفهم، نعرف البعض منهم. ويعطيكم الصحه على العمل الكبير اللي تقوموا به، وحياه اف ام معناها ان شاء الله اضافه جديده، اضافه متميزة في الساحة الإعلامية في القيروان. شكرا لك، شكرا لك سي وحيد الدبيشي رئيس رابطة القيروان، مشكور جدا على العمل والمجهود في صلب الرابطة والتقدم وعدد جمعيات اللي أحزت تقدم كبير شفناها في الرابطة الثانية، وكذلك على قاب قوسين كتكون في الرابطة الأولى. حمدي أكيد قاعد تتبع أنت في جمعية ولاية القيروان، أكيد فما فرق اللي كانت في الرابطة الثانية كانت نجم تكون في الرابطة الأولى على غرار مستقبل السبيخة اللي كانت تقدم في أداء كبير برشا، وفما ملاعبية اللي كانوا في الشبيبة الرياضية القيروانية، لكن ديما نرجع للصعوبات المادية وقلة البنية التحتية والتجهيزات اللي بعض أمتار كان نجم يكون في الرابطة الأولى. صحيح، والله تأسفنا برشا نحن السنة كي خسرنا بالحق فريق مستقبل رياضي بالسبيخة اللي نزل للرابطة الثالثة. بصراحة في الأعوام الأخرى عمل باركور باهي ممتاز على جميع المستويات، رغم اللي معناها الظروف المادية ما هيش هيك الظروف المادية الكبيرة، طلع وعمل مانتيان في الرابطة المحترفة الثانية، وعمل مباريات كبيرة خاصة نتذكر منها مباراة الكاس ضد الترجي الرياضي التونسي. فهمتني بصراحة، وحتى تحس فما تحسن كبير على المستوى المعتمديات نتاع ولاية القيروان. فما حتى سنة مثلا نسمع على اتحاد شبيكة كان على قاب قوسين من الصعود شوي في الأمطار الأخرى، كذلك بعث بوحجلة حجب العيون. بصراحة فما تحسن كبير على المستوى، وإن شاء الله يلقاو الدعم بالحق إن شاء الله للمعتمدين
والمعناها السلطات المحليه تحاول تدعم الفرق هذه خليها تزيد تتطور شويه، وحتى نحن يرجع بالنفع للجهه، وحتى ملاعبيتنا نتاع الشباب الرياضي القيرواني اللي ما يلقاش حظه في الشباب الرياضي القيرواني على الاقل موجوده الجامعه هذه نجم يلعب فيها ونجم يتالق فيها. هو في انتظار يكون عامر دربال معنا في المباشر، اكيد مدرب الشباب القيرواني اللي خدمته مع برشا، ان شاء الله عامر دربال كان يحضر الهاتف يكون معنا عامر دربال في المباشر. حمدي اكيد العمل كاطار فني بالنسبه لكم انتوما في الخليج حاجه باهيه برشا، حتى كي تبدا فما العيد مش تعديوه في السعوديه، على الاقل تتلموا في دار واحده والاطار الفني التونسي والقيرواني. صحيح فما فرق ما بين النكهه مش تكون في القروان، لكن على الاقل العائله المواسعه التونسيه تكون غادي. بالطبيعه هي اقل حاجه بالحق اللي تنسينا شويه في الغربه هي كون اللمه نتاعنا هذيك، نحاولوا نصنع الجو نتاعنا، الجو التونسي، الجو القروي، فهمتني؟ اللمه نتاعنا هذيك نحاولوا نسترجعوا بها الذكريات القديمه. بالحق النهار معناها هو صعيب شويه راهو ديما ما تنجمش تعوض، اما لكن بالحق لمتنا نحن مع بعضنا، وحتى نحاول نتصلوا بالإطارات الفنيه التونسيه الموجوده غادي، نحاول نتلموا نحن مع بعضنا في فضاء مثلا خارجي مع الناس الكل تلقاها ملمومه، ونتبادلوا التهاني نتاع العيد، نحاولوا حاسين نصنعوا جو تونسي اصيل باش نقصوا شويه من الوقت، خاطر تعرف العيد ديما راهو يتسمى على العائله، ديما يتسمى على اللمه، فهمتني؟ نحن الله غالب حكم الخدمه والعمل معناها، اما لكن الحمد لله لكون الواحد لقى برشا 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 رجال اللي كونوا عدينا معاهم فتره العيد، وما وبصراحه ما حسيناش معناها بدرجه كبيره اللي واحد بعيد على العيد. اكيد حتى العائله الموسعه للشبيبه الرياضيه القيرونيه باش نعيدوا على واحد من مسؤولي الشبيبه الرياضيه القيرونيه، خاصه مسؤول على فرع كرة القدم، شكون حسب رايك حمدي؟ ما نجم يكون كان سي عبد الرزاق طراجك. نخليك تستقبل المكالمه حمدي. الو الو عسلامه. الو عسلامه سي عبد الرزاق. بس تحيه طيبه. هلا بيك سي عبد الرزاق، معك حمدي الرئيس المدرب المعدل البدني السابق للشبيبه وتوا نخدم في السعوديه. اي هكاك حبيت نرحبوا بيك سي عبد الرزاق، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، ان شاء الله عيدك مبارك. سي عبد الرزاق تراد راهو بالحق من بين المسؤولين الغيورين، المسؤولين اللي خدموا الشبيبه الرياضيه القيروانيه بقلب ورب. سي عبد الرزاق ديما نقولها راهو عرسه من عرس الشباب الرياضية القيروانية، وهاك شفتوا يعني في الفترة الأخيرة بصراحة كي صار فيها شوية فراغ على المستوى المسؤولين، لقيناه من بين الناس اللي وقفت وخدموا الجمعية، وإن شاء الله ربي يوفقكم سي عبد الرزاق، وإن شاء الله توصلوا بالشبيبة لبر الأمان إن شاء الله. تحية طيبة ليك وسي نور الدين وسي علي اللي نقدم لهم الإحترام، وبالحق من الإطار الفني الممتاز اللي بالحق تعداو وخلاو بصمة وخلاو علاقات باهية وخلاو السمعة طيبة، وربي يوفقهم وربي يجازيهم إن شاء الله. نعيدوا عليهم ونعيدوا على أحباء الشبيبة ومستمعي حياة فهم، وإن شاء الله القادم أفضل بحول الله إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. أكيد سي عبد الرزاق أجواء العيد والأجواء ما تكون كان في ولاية القيروان كما كنا نحكيه سي حمدي أنه التجربة متاعه كانت في الخليج، فما فرق ما بين إنسان يكون متواجد ضمن عائلته وما تكون النكهة والعادات والتقاليد متاعنا كان في ولاية القيروان. أكيد أنت ربما سي عبد الرزاق باش نسألك كان السؤال، هل أنه سي عبد الرزاق في يوم من الأيام يعني العيد الفطر أو عيد الأضحى سبق وعد العيد خارج مدينة القيروان؟ طبيعة في فترة السابقة كنت قبل بحكم العمل ولا بحكم قرارات الواحد وتاته فترة اللي غيب، أما ما تغيبت الحق على الأعياد، لا الأعياد لا، أما بصراحة اللي برا يعطيهم الصبر وضحاوا بالحق كما سي نور الدين وسي حمدي وحتى سي علي والخايل البقيه سي مراد العقبي وسي دربال والبقيه وسي خواجه، معناها بالحق مضحين ضحيه كبيره. انسان يعدي العيد خارج عائلته بالحق ربي يصبرهم وربي يعطيه يعوض لهم ان شاء الله. سي عبد الرزاق عشان كنت حاب تسلم؟ والله نسلم على المحبين الخالصين نتاع الشبيبه والمداعمين اللي وقفوا معنا سنة، تحيه طيبه لهم ونعيدوا عليهم، وان شاء الله ان شاء الله الشبيبه ربي ان شاء الله ينورها، وعلى خاطر هذيك تاع اجيالنا نحن الاجيال السابقه قدموها لنا في احلى مستوى،
الاصوات اللي كانت شبيبه في احلى مصر بالحق يلزمنا نصح ضارع. وحتى النكسة اللي صارت المده الاخيره في السنوات الاخيره نتجاوزوها جمعيه شبيبه اكبر من شيء ذي بوقف الجميع. نبداو بالاطار الفني اللي بحذاكم اللي بحجمكم ان شاء الله من خير الاطارات الفنيه سواء اللي يخدم ولا اللي ما يخدموش والموجودين. وبربي نداء الاحباء الشباب النقص والسلب تاع اللاعبين والمسؤولين نهربوهم رانا من اجتهد واصاب فله اجر ولا معناها اجران ولم يصب له اجر واحد الغالب. يلزمنا نقصوا شويه من السلب ومن العيب على الناس اللي تخدم واللي ترى مش على نحكي عليه واحد باش نهربوا العباد رانا باش نهربوا العباد. صحيح. شوف فما جمعيات اخرين بصراحه يلموا في بعضهم ويشجعوا بعضهم ويخدموا بعضهم واللي يخدم واللي برا يشجع اللي داخل والله ينصوا والله بحول الله. واضح واضح. شكرا لك شكرا لك سي عبد الرزاق رئيس فرع كره القدم بالشبيبه الرياضيه القيروانيه. حمدي نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى ثم نرجع نواصلوا في البلاتو. بعد التسعة مازلنا متواصلين معكم حتى لل 11 نتاع الليل في سبيسيال عيد خاص بالتقديم التهاني للعائله الرياضيه. اكيد حمدي شفنا الاجواء الكبيره خاصه في العيد في ولايه القيروان، وانت تعاملت مع مدرب فني مدرب الشبيبه سابقا ومدرب حتى الاماراتي عامر دربال. انت حكيت على الاجواء لكن الاجواء باش ناخذوها باكثر تفاصيل مع المدرب نفسه عامر دربال. مرحبا بك عامر. مرحبا بك اخ عبد الله ومرحبا بكافه مستمعين وفي حياه فهم. اكيد مره اخرى عيدك مبروك وسنين دائمه عامر دربال. خلينا نقولوا كان ما خانتنيش الذاكره عامر دربال اللي اغلب يعني مسيرته الكل عداها يعني في الاعياد الكل في ولايه القيروان. الموسم الفارط ما نعرفش اذا كان العيد عديته في قروان ولا البر. والله صحيح فما امور مهنيه كانت كانت في شدنا ومرة معناها نكونوا متواجدين كل ما اتيحت الفرصة باش نكونوا يعني موجودين مع العائلة. هذه مناسبة باهية لصلة الرحم باش الواحد يشوف العائلة الموسعة. وفي بعض الأحيان يعني الله غالب ساعات الشغل معناها واحد يكون يعني العمل نتاعو إشكال باش ما يراش العائلة، لكن الحمد لله يعني مواظب على الواجبات هذه. أنا كصلة الرحم ديما يعني في الاعياد ديما نستغل كان بدا موجود في تونس ونزور يعني الاهالي والعائله الموسعه كما قلت لك. واكيد عامر القروان عندها شارم اخر وعاداتنا وتقاليدنا والطابع القيرواني نتاعنا، عكس انت موجود قبل في السعوديه وفي الامارات، اكيد فما فرق ما بين الجو نتاع القروان وما بين الاجواء البر. اكيد جو القروان بدايه من رمضان خليني نقول لك يعني جو خاص خاص جدا، رغم انه انا نقطن في تونس العاصمه، لكن كل ما نلقى الفرصه نحاول نستغل نجي للقروان. اليوم انا غالب لاني عندي ارتباطات عائليه، عندي صغار وعندي دراسه ومعناها وهز وجيب وكذا، لكن صراحه يعني رمضان وختامها بالعيد يعني القروان فيها جو سبيسيال. أنا جو سبيسيال من الحاجات يعني من المأكولات نتاعها، من الحلو نتاعها، من الخبز سبيسيال نتاعها، جو العيلة، جو الأصحاب، ناس ترحم لك على الأجداد وعلى الآباء اللي توفاو. يعني ديما فما حتى في اللونجاج ولا في تاريخة يعني العيد ما تحسهاش يعني لا في تونس لا في أي بلد آخر، صراحة يعني حاجة خاصة وهذا اللي تربينا عليه احنا وكبرنا عليه. نحب المناسبة هذه نهنيكم أول حاجة بالمشروع نتاع الإذاعة حياة فهم اللي صراحة كنا نتبعوا فيها عنا مدة ولو أنه متأخر، وهذا بالمناسبة يعني نحب نعيد على كافة العاملين وكافة الناس اللي مجتهدة وتخدم في حياة فهم، ونتمنى لكم إن شاء الله يعني التموقع ضمن الإذاعات يعني الكبرى، وهذا أكيد مش جيب بالمجهود وهذا شيء يفرحنا. يعني احنا كقراوة يعني نعرفوا مشاغل القروان كبيرة كسوا يعني سياسية ولا اقتصادية ولا غيرها ولا اجتماعية، وبالتالي كي تكون عندنا إذاعة وسنين هذا هو مكسب لولاية القيروان
وان شاء الله يا ربي نتمنى لكم النجاح والتوفيق وكل عام وانتم حيين خير. شكرا لك عامر. في الختام على شكون تحب تسلم؟ والله نسلم اكيد على امي بحكم كنت بحذاها انا، على العائله الموسعه، على اصحابي. ما نعرفش انت قلت حمدي، ما نعرفش شكون حمدي اللي بحذاك. هذا كلام سيدي. وينك يا كابتن؟ شنو احوالك يا سيدي؟ لاباس عليك؟ يا اخويا حمدي هذاك سيتين بيغل هذاك في التفكير. ربي يفضلك يا عايش من حسن اخلاقك. تربيه واخلاق وكومبيتونس. ربي يفضلك. وسيدي جا عندي زوج يعني في الستاف نتاعي، هو ولطفي السلامي. معنا سي جاسم الخلوفي، معنا حمزه توج ان شاء الله، معنا سي فوزي الكعبي، نوجه لهم التحيه. وستين فيرتي اليوم كي تخدم مع ستاف فهمتني في 70% من القراوه، من غير يعني ما تنقيس من حتى واحد من البقيه. وان شاء الله احنا نمثلوا قيروان يعني بدرجه خاصه، ونمثلوا تونس بدرجه عامه. وان شاء الله معناها كما احنا نحبوا نسمعوا عليكم كان الخير، وان شاء الله تقدموا وتنجحوا. ان شاء الله نحن ربي زاد يوفقنا وينجحنا، لانه الطابع القيرواني او التونسي راهو معناها ديما يشرف كتوانسه، وديما يحل السوق لغيره، وهذا شرف يعني لينا احنا وشرف يظل للقراوه الكل. واكيد اعطينا فكره عامر على انتاج الفريق، بما انك انت تقدم في نتائج ممتازه، خاصة تدرب في فريق نادي حتى الإمارات والفرق اللي دربتها إلا وكان انطباعات جيدة جدا. الحمد لله اليوم يعني انتهيت أنا تجربتي مع نادي حتى من يعني الموسم، وكنت استأذنت لأنه بصراحة احنا كنا معناها جابوا عامر تربية في شخصي من أجل الصعود، لكن متأخر كثير جيت. وبالتالي استأذنت يعني قبل 4 جولات، خليتهم في مرتبة سادسة، مرتبة مشرفة. وصراحة كان عندي عرض يعني من السعودية، وهذا يعني سكوب لكم انتوما، يعني صراحة والله ما صرحتش في حتى إذاعة أو في حتى تلفزة أو حتى صحافة مكتوبة. اليوم وقعت إلى جانب ستاف تكنيك نتاعي مع نادي النجم السعودي، عقد يعني إن شاء الله يتواصل بموسم، وإذا كان حققنا الأهداف يجدد أوتوماتيكمون يعني موسمين. بسطة صغيرة على فريق النجمة، فريق يعني كبير، لعب في دوري الممتاز للمحترفين، كان يعني عنده تاريخ كبير، عنده منشأ، عنده بلاد يعني تحب كورة وتعشق كورة، وهذا يعني مسؤولية كبيرة لنا نحن إن شاء الله، وتحدي جديد. وإن شاء الله يا ربي نكون قدها كما كنا في فرق يعني سابقة أو في تجارب سابقة. وهذا يعني يجي له بالعمل الجماعي ويجي بالفكر الجديد ويتجدد كل يوم. وان شاء الله ان شاء الله موفقين الناس الكل. ونحب بالله نوجه تحيه خاصه للمدربين اصدقائي اللي في الخليج العربي، فيهم اللي بعيد على صغاره وبعيد على عائلته وبعيد على مرته وبعيد على امه. راهو ساكن فيس كبير، نحب نقول لهم كل عام وانتم حيين بخير، ورانا اخويا حاسين بكم. وان شاء الله اخويا متالقين الناس الكل في ميادين. يا عامر كل شيء، عيدك مبروك وكل عام انت حي بخير، وان شاء الله نشوفوك قريب في القيروان، عندي مده ما ريتكش انا ان شاء الله. بقينا من الحاجه فريق النجمه في عنيزه، بجنب بريده كان عنده رقم قياسي، تعرفوا هذا ولا ما تعرفوش؟ لا والله ما زلت محليت عليه. عنده في جيجل رقم قياسي، عنده اقدم رئيس نادي في العالم 32 سنه. ما شاء الله. أبو عزيز نحن صالح الواصل. صحيح. أنا خدمت معهم وفترة ما أخذوني سلفة ومنحتهم الطياح، ربحنا وقتها الطائي. يكون معايا. ربحنا الرائد في بريدة. معك علي خليل. علي يا وينك أخوي، لابس عليك. عايشك. فريق النجمة يحب القراءة ويحب التوانسة، خدم فيه في ستوفيق بن فرج، خدم فيه سي الحبيب بالحسن اللي جابنا، خدم فيه برشا ناس. فهمتي برشا خدم برشا قراء وخدم فيه الحقيقه. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق والنجاح، وان شاء الله ربي معاك، وان شاء الله ربي يوفقك في مسيرتك الرياضيه. الناس الكل يا ربي ان شاء الله الناس الكل يكونوا متالقين وناجحين في احلامنا وفي تجاربنا وفي العمل نتاعنا. والله يعطيك الصحه يعني، اكيد بعد المكالمه هذه ممكن مش تكون عندنا مكالمه اخرى باش تعطيني يعني. مرحبا بك يا ودي، مش مكالمه، نحن نحبوك تجي نشربوا قهوه. مرحبا بك، الشله تستنى فيك. الشله الكل تستنى فيك يا عامر. هذاك كليزير، وهذا شيء شرفني انا برشا يعني بكل صراحه، فهمتني الاحترام هذا.
والمحبة هذه يا أخوي لو شيء شرفنا فهمتني ونحن قعدنا كعبتين وكعب إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقنا الناس كلهم آمين ويعطيكم الصحة على المكالمة هذه يا أخوي والسهرية هذه وإن شاء الله أخوي نتلقاو ديما في الخير يعطيك الصحة ويرحم باي عمر نسيت فرحة الله يحييك عبد الله فما صورة متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي صورة ممتازة جدا جمعت بين زوز معناها من اللاعبين القدامى للشبيبة الرياضية القيروانية اللي هما وانا بصراحة صورة انا عجبتني برشا ولمسة وفاء للقائد الكافي قائد الكافي من اول التشكيلات اللي لعبت في القيروان في جبال الكسكسي بوح سي احمد الكافي وستيجين القديح صورة مع بعضهم معناها خذات صدى كبير برشا في التواصل الاجتماعي فبالمناسبة هذه يعني نحب ربي نتمنى لهم الصحة والعافية ونتمنى لهم معناها ربي يطول في عمرهم وربي يفضلهم إن شاء الله كذلك لمسة وفاء لسي حمد القديح سي حمد القديح مريض شوية ربي يفرج عليه سي حمد القديح من الجيل متاع الناس الستينيات اللي معناها كانت القديح هما اللي هزوا الكورة في القروان العددية والقتات هذوما الناس معناها خدموا برشا وعطوا برشا حتى مبعد سي حمد القديح راو كنز من الكنوز الرياضية في الولاية في الجهة القيروان راو خدم في الشبيكة وخدم في حافظ وخدم في الحاج راو ونختمها نتمناو الشفاء العاجل القيدومنا سي علي شبشوب سي علي شبشوب الحكم بوالد اللاعب فتحي شبشوب معناها الناس الرياضيين والمحبين والناس اللي خدموا الرياضة في القيروان شبشوب علي شبشوب من أول الحكام سي المنصف الترودي نحن تربينا عليهم ونعرفوهم فنتمنى له الشفاء العاجل وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله نقول عيدك مبروك وعيدكم مبروك الكل ونتمنى لهم الشفاء والعاجل وإن شاء الله ربي يفرج عليه وإن شاء الله ربي معناها يرجع معناها يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله إن شاء الله ربي يشفيه أكيد سعلي الفريق اللي ذكروا عامر دربيل النجمة السعودي النجمة السعودي اللي أعطيتي تبدي تعطي في التاريخ أعطيتنا مسؤول في العالم شوف أنا صدفة نحن أنا باش نقول لك حاجة نحن في عام 98 خرجنا للسعودي عام 98 نحن معناها الأوائل تقريبا أنا سي حسين المستيري سي توفيق بن فرج سي فتحي شهب الله يرحمه سي فتحي جبال مشي على اسمه برشا تقريبا هما 152 نادي درجة ثالثة ريفي ما نمشي كان قبل اللي يدرب العزوز من الناس يدربوا في الممتاز يدربوا في النجمة سي علي الزوار ولا علي السلمي صحيح هذوما اللي يدربوا في الممتاز باقي الكل درب معناها في الواحد نحن مشينا تقريبا وصلنا أكثر من 80 مدرب في جميع المناطق نتاع السعودية وخدمنا الريفي وطلعنا لاعبين من الريفي للممتاز ووصل حتى المنتخب وشكلنا معناه وخدمنا القاعدة خدمناها فأنا مشيت في 2000 ندرب في نادي في الأسياح درجة ثالثة كملت الموسم متاعي النجمة عندها مدرب يوغوسلافي تخلت عليه وتلعب معناه على سقوط ولازمها مدرب ما يلزمها غدوة يصبح في الترع كلمني رئيس النادي قال لي راهو مش تاخذك سلفة مشيت للنجمه في عنيزه فيها سي توفيق بن فرج وقتها فهمتي يدرب في الهون فهمتي ونخلو قعدات وبرشا توانسه غادي وبرشا خراوه مشيت غادي عام 2000 معناها لعبت كملت جي 6 او 7 ماتشات والحمد لله والشكر لله والفضل لله خدمنا مع كما قلت له توا انا وحقيقه راه سي ابو عزيز صالح الواصل اكبر واقدم رئيس نادي يعني 32 سنه رئيس نادي 32 سنه مش ولاعب راه عندي شهاده من نادي هي وتمضى وهو ابو عزيز الواصل حبه والحمد لله معناها كان الحمد لله يا ربي كان عندي معناها محظوظ اللي دربت فيها واللي منعتها تعرف عامتها لعبنا في الطائي ضد الطائي وربحناها انا زيرو محمد منيف متذكر سجل الهدف تو تتذكروا تمشي وغادي يجيكم بحذاكم سي محمد منيف لاعب ظهير ايسر سجل الهدف وربحنا انا زيرو وربحنا 3-2 الرائد في بريده زوج مباريات البر ديربي دو ماتش دو 6 بوين خسرنا انا زيرو ضد سامي الجابر في الهلال مع الهلال في انا زيرو خسرنا ربنا
معناها ضد سامي الجابر يلعب في وقتها في المباراه هذيك ونوف تيميات وغيره 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 وشلبوب وغيره يلعبوا فهمتني. معناها حقيقة يعني ذكريات حلوة برشا وأنا سياب صغير ما زلت فهمت ولكن ما كنتش نخاف. هو على ذكر نحكيو على السعودية باش نسيبو نحن بتبعتنا تاو للسعودية باش نستقبلوا المكالمة الهاتفية لمدرب الشبيب السابق والمتواجد في السعودية سي الحبيب. مرحبا بك. سي الحبيب مرحبا بك محمد ومرحبا بمستمعين حياة اف ام وان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دائمة وكل عام وانتم حيين بخير. يرحم وعيدك مبروك. عايشك الحذايا الحاج ربي يفضل لك يا حبيبي ما تربح كرد على الخير يا حبيبي. عايشك 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 سي الحبيب عيدك مبارك شرف العام وانت حي بخير. ربي يحييكم الامثال اخويا حمدي الراس معاك يا سيدي. شنو احوالك يا سي الحبيب لاباس عليك؟ ولا حمدي شنو احوالك يا امورك يا سي الحبيب لاباس معناها كما تفرح جيبي اللوج على الاسم قال لي يرعب بايل هزيلي خاص اللوج يرعب بايل هزيلي صحيح ربي بارك يا حبيب عيدك مبروك لا تحب خير والله بخير ونعمة وفرحاني لك انا كنت تحكي على الواطل نسمع فيك جايز الواصل يخدم سماه انا عندي شاب مصحح لي فيها هو اقدم رئيس صحيح اقدم رئيس نادي موجود هذا مازال عضو شرف انا خدمت وقت في عز النجمه المدير الرياضي نتاعهم ابراهيم الواس ابراهيم السيوفي السيوفي ابراهيم السيوفي هو وابو عزيز الواصل ابو عزيز صالح الواصل هو الرئيس ومدير الكره المسؤول على كره القدم ابراهيم السيوفي ربي يذكره بالخير بعد ولا رئيس السيوفي اي شخصيه هذوما شخصيات قدم كبار برشا وشخصيات كبيره في الكره سي الحبيب قداش عندك من عام ما زرتش القروين في المناسبات؟ والله انت والمناسبات كيف فما تو رمضان كان وقت رمضان تو كيما السنين هذه في الخدمه ديما رمضان في السعوديه الحقيقه كي كان رمضان يجي في الصيف والعياد معناتها تجي في الصيف نكون معناتها في تونس اما اكثريتها راهو في تونس قلت في تونس اكثريتها في السعوديه ساعات نعدي اثنين عياد هنا العيد الكبير والعيد الصغير نكونوا في السعوديه هنا معناتها هذاك هو خدمتنا وهذاك ارتباطاتنا وواحد هذاك رزقه ربي يعينك وربي ينجحك يا حبيب وربي يوفقك وان شاء الله من حسن الى احسن ومن تالق الى اخر ان شاء الله يا رب. عايشك يا اخي عايشك اخوي علي وانت بالامثل وربي يوفق الجميع. امين. هو اكيد سي الحبيب انه بكري كنت تدرب لا والله ما زدت كي دخلت نخذ النومر ويطلب فيا قلت اكيد عندي رونديفو مع حياه فهم ما زدت كي دخلت للدار هم بحذايا الاخوان زاد يبلغوكم السلام سي حسين المثناني اخونا هذا بالله اسمع يا حبيب بالله يعدين سي حسين خلينا نعيدوا عليه ونكلموه راهو سي حسين المستيري معناها سي حسين المثناني سي حسين المثناني سفيرنا في السعوديه راهو هو الكل في الكل راهو هو سفيرنا يا سي حسين عيدك مبروك ولا انت حام بخير علينا وعليك فرحة مروان فرحة مرام عايشك ربي يفضلك عايشك كيف احوالك انت ربي يفضلك يا حسين ربي يفضلك ربي يخليك يا اخويا تشوقنا لك هنا بحدانا ربي يفضلك ربي يفضلك مستجرة واحد من اللي هذا طبعا قبل رمضان قبل رمضان روحت يا حسين ما في المكتوبة انت شنو احوالك شنو احوال اختي منيا الحمد لله والله بخير ونعمة يا اخويا عيدكم مبروك وسنين دائمة علينا وعليك وربي يفضلك وربي يخليك سلم لي على العائلة عايشك ربي يفضلك يا حسين سلم عليك الأولاد سلم عليك من البراق سلم عليك اي سي أمين اي اي سلام كامل مرحبا بهم عايشك ربي يفضلك أكيد أجواء كبيرة برشا خاصة الإطار الفني سعلية وخليك تتفاعل معاه سي حسين المثناني من الشخصيات البارزة جدا سفيرنا حقيقة المنزل نتاعو ما ثميش مدرب تونسي احمد العجلاني الشابي نحن القراوه الكل الناس الكل لازم يكونوا عند حسين ولازم يتعشوا عند حسين ولازم يضيفوا عند حسين وهو يستقبلهم في المطار ويهزهم حسين المثناني بصراحه يرحم والدين والدي ربي يبارك له هو اختي منيا زاده منيا شويحي ربي هي يقول لها فرحه مروان وفرحه مرام وربي فضلك وربي يطول في عمرك معناها هذه عباره على سفيرنا عباره قنصليتنا عندنا حسين
حسين قنصليه نتاع 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 تونس كامل غادي في جده. ربي يبارك له خدمات كبيره برشا للحجاج وللرياضيين وللناس الكل. يعني حقيقه حاجه اخرى ما نحب نذكرها نحن توا بصراحه نحن في القروان عندنا برشا اطارات منهم سي الحبيب رمضان مش ماخذ حقه. حبيب رمضان توا يخدم في الدرجه اولى واصعب من الممتاز. صحيح والله صحيح. وكل عام يلعب على صعود وصعد قداش من فريق، لكن في تونس مش يلاقي اعلام، فما ناس اقل منه بالاف الكيلومترات ونهار كل ماده في البلاتوات في الاذاعه التلفزيونيه ونهار كل الناس تتكلم عليها، والناس اللي تبني في الاسم التونسي والاسم الرياضي في تونس تبني فيه من اللول من توبه توبه من الساس. خدمنا خدم برشا هو وبرشا اطارات قيروانيه. سي جمال طياس موجود مع صالح ولده، سي محمد السعيدي قبل خدم سي حسين المستيري، سي محمد الخليل، سي حفظ لاوير، سي علي فلوس، برشا خدمنا لكن ما خديناش حقنا وما خديناش حظنا وما سمع بينا حد. وتو شوف تو الحبيب محبيب تو معناه اسم كبير في السعوديه لكن في تونس مش مسمع بيه، مش مسمع بيه، ما يتحدثوش. وهذا نقصنا وهذه صحافتنا وهذه الواجب نتاع حياه افهام ولا الاذاعات اللي عندنا باش تتكلم على اولادها. صحيح. والناس الحقيقه بالفم والمليان راهو اسم كبير كبير كبير، راهو سي مراد العقبي اسم كبير. صحيح صحيح. الناس في عالم التدريب راهو برشا، نحن مش نشويه، راهو سي فتحي القصيص، فتحي الوهيبي، فتحي الوهيبي. كل برشا عليه، برشا اطارات عندنا، اطارات كبيره نفتخروا بها برشا، وقاعده معني عندها اسم كبير برشا. وسي حمدي تو كمل لي واصل لنفس الفكره والله كما كان يقول سعلي بالحق. عندنا اطارات فنيه قيروانيه على اعلى مستوى كما نحكيو توا في الدرجه الاولى على سي الحبيب بن رمضان وبقيت الاطار الفني اللي معاه سي نجيب خواجه، سي حمزه المساوي، سي يوسف البراق، يوسف المناعي زاد باش ما ننساوش بالحق كابتن يوسف المناعي تو في نادي العداله زاد يلعب للصعود، سي الحبيب زاد يلعب للصعود الدرجة الثانية كيف كيف، فيها سي محمد السعيد وفيها سي عامر دربال، معناها بالحق الدوريات الكل راهو موجودة، البصمة القيروانية اللي هما بالحق قاعدين يوصلوا في سمعة باهية للقروان بصفة خاصة وللإطارات الفنية التونسية بصفة عامة. ربي يوفقهم وإن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب. أكيد أسماء كبيرة سعلي، أسماء كبيرة ومش أسماء كبيرة، الناس خدمت باش عملت اسم. نحن رانا نمشي أول ما طلعنا عام 98 يا عبد الله رانا نخدموا في ظروف صعيبة، في نوادي قاسيه، في معناها ومشينا وتشجعنا وخدمنا وفرضنا رواحنا وعملنا اسم وكوننا لاعبين، كل واحد كل قدير وقدره. صحيح. راهو انت الظروف لكن تعبنا وخدمنا. صحيح. وفما ناس عملت باركور كبير برشا ونجاحات كبيره برشا لكن مش هي معروفه في تونس. ما يذكروهمش، ما يجيبوهمش. ما يجيبوهمش باش تعرف نحن شنيا في تونس بصراحه، بصراحه اما مش نسمي الاسامي. اما تغزر لي واحد لعب شويه كوره جا في التلفزه جابوا سي فلان ولا سي فلتان في لحد رياضي هو في برنامج اتكلم له كلمتين يصبح اداره في الممتاز في تونس. صحيح صحيح صحيح. وهو ما عندوش حتى شيء وما عندوش حتى شهاده وما عندوش سي في وراه. والناس اللي خدمت وتعبت وكليها التراه وكليتها الشمس وقلت كذا وعملت اسم ناسينا ما يتحفش عليهم ويجيبوهمش في البلاتوات. اكيد سالي اسماء اخرى حتى في كرؤساء جمعيات سابقا في كرة السلة اللي توجت مع الشباب القرعونية واللي ضحات واللي أعطت ما عندها، خاصة فما جيل صعد ما يعرفش بعض الرؤساء اللي ترأسوا شباب القرعون. نستغلوا الفرصة باش نعيدوا على رئيس سابق للشباب القرعوني اللي توج مع الشباب القرعونية سي محمد عطل. عيدك مبروك ومرحبا بيك. مرحبا بيك، عيدك مبروك عبد الله، كيف الخير الحاضر معك في البلاتو كل مستمعيات الحياة الفهم وأحب الشباب القرعوني. اكيد شكرا لك. كل عام وانتم حيين وخير. وان شاء الله عيدكم مبروك وعاد الله عليكم باليوم من البركه والخيرات. سي محمد عيدك مبروك كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله من العايدين الفايزين. عايشك ربي يفضلك. عيدك مبروك وربي يبارك لك. عايشك عايشك سي محمد. بارك الله فيك. اكيد سي محمد اجواء العيد واغتنمنا الفرصه انه سبيسيال عيد في كل بلاتو نتاعنا باش نقدموا التهاني للعائله الرياضيه، وهذه فرصه سي محمد باش الناس الكل تعيد على بعضها، والناس اللي للاسف ما كانتش متواجده في القروان لالتزاماتها خاصه خارج حدود الوطن، هذه بادره طيبه وحاجه باهيه برشا. اول نشكرك على البادره دي عبد الله انت والاذاعه حياه فهم. أول حاجة نحب الساعة
قبل ما نقدم تحياتي نحب نقدم تعزية وزي ما نتفكروا عنا بعض المسؤولين سبقوا في الشبيبة اللي هم توفوا ورحموا عليهم بالمناسبة، اللي سي عفوا معنا سي محمد ماجد، سي محمد صالح النجار، أيه سي خليفة صويح الله يرحمه من عمره، أه؟ وليس آخرا البارح لطفي العبيدي ربي يرحمهم الكل. لازمنا ديما نتفكروا نحن كل إنسان أعطاه قطرة عرق ولا مليم ولا أعطاه دقيقة من وقته، لازم نعترفوا وخاطر النكران الجميل راه ما عنده يوصل، ويظهر لي الشباب وصلت اللي وصلنا له توا خاطر فهمتني برشا نكران جميل. حاصلوا ما لازمش نكونوا بيسيميست. أول حاجة نقول أخويا إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله عليكم على ذويكم، وإن شاء الله الشبيبة تكون في مستوى اللي الناس كل تحبها. إن شاء الله إن شاء الله. مش اللي وصلنا له شيء أسف له، شيء يؤسف له، شيء اللي وصلته الشبيبة خاصة في العام لا توا عميل تالي. بكل صراحة الواحد يحشم باش يقول ننتمي للشبيبة، ونقول أنا نتحمل المسؤولية، باش يقول ننتمي للشبيبة الرياض القيرواني. للأسف. للأسف هذه الحقيقة، شوف برشا ناس تخاف من الحقيقة، أنا ما نخاف كان من ربي. فهمتني؟ علاش سي محمد حسب رأيي؟ والله شوف ساعة ولا ساعة برشا لي زاريفيست اللي دخلوا الدومين تاع الكورة بكل صراحة. فعلا. وما عندهم حتى شيء. فعلا. كيف أنت تجيب مدرب ما عندوش لا ديبلوم ولا عنده حتى شيء، إيش باش يراني لك أنت؟ ما ينجمش يعمل لك شيء. سيتو وكذا مش متخلق، إيش باش يطلع لك؟ شنو هو الجيل اللي باش يطلعوا لك؟ يرحم والديك صحيح. ما حشتيش أنا بالنتيجة الكروية أنا. أنا قبل وقت شديت الباسكيت، أول ما بديت الباسكيت اللي ما يجيبش المويان تاعو نقول برا على روحك، ما عندكش بلاصة في الباسكيت. لي جون لي بلتان كل تريميستر تجيني البلتان تاعها، اللي ما عندوش معادلة يمشي على روحه، سامحني الكلمة والله برا يمشي الفوتبول نقول. واحد بكل صراحة شوف يعني نكلم شوف الحقيقة نعرف توجع راهي أسي محمد والله حتى انا كخدم في الديريكسيون تكنيك الدروسيات ولا سيادة والبولتان وانت ما تصورش شنو عملناها زادة، حاولنا باش نعملوا اقصى ما يمكن لكن الله غالب كونتينيوتي ما ثماش مع الاسف الشديد الله غالب. مالوريزمون سي لا جي اس كي باي لي سبور في القروانه وكي اون تران بي صحيح، انا قاعد نخلصوا بالحاضر مالوريزمون والله فعلا والله الله غالب مع الاسف مع الاسف. سي محمد بالله نحب نعطيك أنا فرصة باش تشكر الناس المسؤولين اللي أنت تشوفهم أكثر ونسيناهم نحن في الفترة متاعك، أنت عديت مدة طويلة برشا في رئاسة الجمعية، شكون الناس اللي يزمك تشكرهم توا وتعيد عليهم وتثبت وتذكرنا بهم كيما ذكرتنا بسي محمد صالح الله يرحمه، كيما ذكرتنا بسي خليفة سويع، كيما ذكرتنا بسي، أنا نحاول من اليوم باش نتذكروا الناس هذوما، نحاول باش يكونوا لمسة وفاء الله يرحمه سي محمد ماجد. أي نعم أي نعم والله شوف ما نحبش أخي، شوف كل ما إنسان يخدم معايا نقول له بارك الله فيك، خاطر باش نسمي مستحيل راهو شبيكه نحن نحبوا فماشي ناس معينه تحب تذكرهم في المشهد العيدي هذيه في مشهد المناسبه هذيه. شوف هما نقولها بكل صراحه نسمي زوز من الناس واللي ما يتغش منهم حتى بشر. أيه. هو سي حمد العواني الله يرحمه وسي عزيز ميلاد وسي عزيز ميلاد عليه خاطر شوف انا اصحابي كلهم خدموا معايا، اعطاو وقتهم اعطاو من فلوسهم اعطاو من حتى من كل شيء اعطاو، ولهذا نستغل الفرصه باش كل انسان يخدم مع محمد عطا نقول مع الشبيبه مش محمد عطل. محمد عطل دو باساج راه محمد عطل خدمه ومشى على روح، اما كل انسان اعطاه فرنك ولا كل انسان دفع رقم من العروق خاطر ما تنساش حق الجوارات ولا كل انسان حتى من المحبين كل انسان اعطى دقيقه من حياته لفايت الشبيبه نقول له ربي يبارك لك وان شاء الله تلقاها بحول الله الدنيا واخر. حتى سي صالح السيد عاونك برشا سي محمد الفتره دي. شو علاش تحب نسمي كان صالح؟ لا يا معناها نحن نمشي توفيه نتذكروا في الناس اللي خدمت معك وانت تشهد لهم معناها بالله وتحب تحييهم في المناسبه هذه. يا علي اعمل ليسته جيب ليسته بشير بن عثمان اي نعم كمال الشملي اي نعم سي كمال اي توفيق ميلاد ما نحبش نشوف خاطر فما ناس لا بالعكس نحكروهم باش خاطر تعرف شنو هي الجمعيه سي محمد الجمعية راهي مش حيوت وملعب علي الزواوي، الجمعية الناس اللي خدمت الجمعية التاريخ ورجالها هي الجمعية، نحن نلوم على الصغار هذوما والشبان هذوما وهاللي جروب هذوما، رأي الشبيبة تتمثل في شخصياتها كلاعبين وكمسيرين، رأي الشخصية في تاريخها وتاريخ ناسها،
نحن راني قلت لك الصوره اللي خرجت الجمعه ذي معناها في العيد هذايا صوره القائد الكافي وستيجال قديح صحيح. ما تصورش قداش فرحه الناس بها التصويره هذيك ورجوع للناس هذوما. شكون يعرف القائد؟ ما هو نحن تو كي نجبدوا عليهم في الحلقات هذيا باش الجيل ياسر يصير تواصل ما بين الاجيال. اي والله شوف والله انا ديما الحمد لله رب العالمين. والله اليوم بركه كلمني احمد قلت له اعطيني نور القائد صافي بليزير خاطر انسان هذاك خدم يرحمه فهمتني مش تجاني بركه وحمادي وكو جبدنا سي حمادي وربي يشفيه ويعافيه وجبدنا سي علي شبشوب ربي يشفيه ويعافيه وجبدنا معناها نحاولوا نجبدوا اقصى ما يمكن في الحصه هذه. اي ممكن تجبد واحد تخاف تنسى لا لا ان شاء الله نتذكروا الناس الكل وانا اللي نكلموا نقول له جبد لنا الناس اللي اقرب ليك واللي ناس خدمه وتحب تجبد الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بيرو مع محمد عبد الله حتى ما خدمش في البيرو معايا انا كل انسان شجع شبيبه هذاك اقرب الناس لي يعني. صحيح نقول بكل صراحه صحيح خاطر هذاك ضحى بوقته وشوف انا كان ما تجربه ما نسوش ناس ربي يعلم بها كيفاش مروحه وكل شيء يبقى للتاريخ بقى تمنيت بعض المسؤولين يتفكروا الماتش هذاك خاطر نقولها بكل صراحه لعبوا بجيسكا حتى السنير او السنير نقول لك فما تلاعب في المقابلات لازم يشوف يا لازمنا ما نخبيوش عين السمك في الغربال فما ملاعبيه مش في المستوى وانا نقول لك انا من مسؤوليتي اخرى في اللجنه الكوميسيون ديتيك نتاع الفيدراسيون شوف جيسكا تحطت في الافلام راه هالماتشوات اللي نبيعوا واضحين ان واحد سامحني انا ما نحضرش خاطر جيسكا اما نحن كمان كي تلقى الرابور شي يضحك راه هالبرومو سبور وهالوحدات هذي حب يقول ردوا بالكم رانا عندنا ولادنا راهم عزموا ها نقولها بكم فما بعض الملاعبيه راهم عزموا اللي طاب باش يتنحاو شوف راه كيف ما نقولوا راه نحن الكونغرين الله يقدر عافانا وعافاكم الله لازم القصد ولازم التشخيص الصحيح كل انسان يحب يلعب بمستقبل الشباب خاطر مع كل احتراماتي المسؤولين نقولها ما كانوش في المستوى الاخلاقي بتاثر بشير مغطي علي برشا حاجات متغطية اما سامحني كل انسان يلعب بالشبيبه يلزم يتنحى من الشبيبه مهما كان كيف سي محمد بالله راهو في تحديد المسؤوليات هذه على عمليه الاصلاح وعمليه التربويه وعمليه الاخلاقيه وهالامور المورال هذه كل راهو زاد ما نحملوش المسؤوليه كامله على رئيس الجمعيه والا مدير الكوره راهو فما راهو فما لا نحكي لك معناها نحكي لك معناها تو كي نجيو نحدوا انا اشكون الشخصيه القويه وشكون الشخصيه اللي تنظف وشكون الشخصيه اللي تنهى وتولي وتعزل كما تقول انت وتحافظ على الامور هذه راهو المدير الرياضي والمدير الفني راهو فجوه كبيره برشا في القيروان والله ما شوف انا خدمنا في تناغمه قبل ما نعرفش توا شنو هي الظروف ما يكتبش عليك انا خاطر بعثت على الميدان التسييري وشوف يعني راهو كيف ما تكون ولا عليكم اكيد اكيد سامحني تبدا يشوفوا اللونترو نتاعهم ويشوفوا المسؤول نتاعهم ورئيس الجمعية نتاعهم في المستوى هما ينضبطوا من غير ما يتعبوا رواحكم صحيح افكتيفمون شوف انا قبل ندخل شوف ملعبيه كبار راهو قداش 95 94 شكون الحبيب رمضان العقبي عبوده واجع عبوده كي ندخلوا نذكروا بالخير ولا كلهم هذوك كي ندخل بسبير باش نكلمهم كل ما شديتوش عليه حاجه شفتونيش نهار بسلقاوريه شفتونيش نهار مش فاز شفتوني انت تعطي ليكزامبل للجوار قدوه الحسنه فعلا شفتو واضح سا سي تريزاب وسا مش هذايا راه مش من رئيس الجمعيه برك راه ما نقولش رئيس الجمعيه خاطر زاد حتى لاكومبانياتور هو الاولاني الكونتاكت اختيار الناس كل فعلا تعرف انت شكون تحط كومبانياتور مع ولدك مهم جدا شنو هو مش ياثر مش يروح حاجات صغيره وبعدين تكبر بشويه لين توصل للفنان نسالهم المرافقين نجي ونجتمع بهم ونقول لهم شوف ما نحسبكمش قدام ربي كان ما توكلوش ولاد الناس اللي توكلوا لولادكم يسا سي تري امبورطون خاطر انا شيء فاس على قلبي يحكيوا لي شنو قاعد صاير في جيسكا شتي نون وما نشرفش باش نكون انا حتى ان سامبل سبورتير في جيسكا خاطر تو جيسكا ولا يحكموا فيها في الفريق الاولياء تو مشكله كبيره لا مش الفليو هذاك نحن تصدينا له في وقت من الاوقات قلت لهم راه مش هيطلع لكم للسينيور وطلع لهم للسينيور افكتيف
يا علي عمر في 2017 قلت لهم راهو طالعينكم للسينيور رانا واقفين له توا بقلوباتنا بربنا باللي نعمل كل راهو طالعينكم للسينيور راهو مشكله والله جاء اليوم واحد يعيد عليا ويشكي لي قلت والله مستغرب انا اللي تحكي لي فيه وصلت الجسكال الحاله هذه كل يوم يحكيوا لنا كل يوم يعرضونا كل يوم يجدونا مشاكل والله بكل صراحه شيء يؤسف له بكل صراحه فهمتني بربي عبد الله بحب نعرج على حاجه تفكر استدعيتني من 10 شهرين تالي قلت لكم ردوا بالكم من ستاتينيزيان تتفكرات عبد الله قلت لك ستاتينيزيان عند الفلوس وعند الملعبيه وهذاك اللي صار نحن مشنا جاهزين يا سي محمد شوف نعرف من بدايه الموسم مشنا جاهزين شوف اختيار التحضيرات في بدايه يعني الموسم البريباراسيون اختيار اللاعبين اختيار ما نش جاهزين ما نكذبوش على بعضنا عمرنا في لحظه يعني. من اول النهار تضربنا فيه لاخر النهار عمرنا فكرنا بالجديه في الصعود وما خدمنا حتى شيء للصعود شوف احنا ما فكرناش في الصعود سي لوجيك ما نقولها ديك جو ديكلار هذا انا حكيت مع عثمان قلت له عثمان نبعد تكلفك المسؤولين يقولوا سناء اون فورمي ان ايكيب وقت السيبورتريات يقبلوا كل شيء هذيك الواقع نتاعنا عبد الله اول ماتش جربه هنا في القروان سالتني انا قلت لك بالميتون قلت لك جيسكا يا بنوبك انت جيسكا لا نتاع كلوع ولا نتاع ربح وسبحان الله في اخر سكونا ماركين وبعد خسرنا ماتشاتنا بكل الرتور كمان شوف برشا حاجات شيء يؤسف له بكل صراحه اللي بداكورد وما نلومش على بشير بشير كيستيون دو مويان هذا صعب صعيبه الدنيا تو راه ظروف راه شو نقول له شابو يشد المسؤوليه تو صعبت برشا بكل صراحه مش وسامحوني كان هكا كنت ديريكت و... لا لا انا نحب ولي عفويه كامل سي محمد بالله سي محمد راه ولا نخبيه ورانا نجاملوا ورانا نسكتوا راه مش في مصلحه الشبيبه وإذا أنتم ما تكلمتوش يا سي محمد أنت من واجبك باش تتكلم ونحن نفرحوا كي تتكلموا وراك تبردنا على قلوباتنا جمهور كامل راهو غدوة نمشي أنا نخرج القهوة وللسوق وللمرشي قول والله يا دي سي تعطي صحة سي محمد جبد النقاط الحساسة وجبد على الكذا وهذا هو المطلوب يا سي محمد أخويا يلزمنا نكونوا نحن صرحاء مع بعضنا لما فيه خير الشبيب أنقول خاطر باش نقعد نخبي أنا وكل شيء وبعد شنو صحيح اللي في الخير ربي قرب ان شاء الله جيسكا ان شاء الله ولو بكل صراحه بالشيء اللي يشوف فيه هو انا شو باو كيميست على مستقبل جيسكا بكل صراحه انا خاف لا جيسكا تصير لك في المطسه وكيف الجريسه وكل المهديه هذا واقع هذا خاطر اشوف راه رد بالك راه المال قوام الاعمال خاطر يد واحده ما تصفقش باللي تحب انت تش كان الناس كل ما تحطش اليد مع بعضها وتعاون باللي تنجم كل واحد باش يعاون ساعات فما ناس نقول لهم انا كي كنت رئيس نقول له عاوني بالكلمه الطيبه ولا اسكت ولا على الاقل واحد سكر فمك سامحوني بالكلمه على اضعف الايمان ان شاء الله ان شاء الله سي محمد الناس كلها تكون يد واحده في الختام علاش كنت حاب تسلم والله نسلم على كل حبه الشبيبه وكل عباد فهمتني وقفوا مع الشبيبه وكل الامه الاسلاميه والشعب التونسي ان شاء الله تونس نشوفها كان خير من توا انا سي محمد مش نقطع راح عليك اقتراح ولا انا سي عبد الله مانيش عارف لكن كي جاء شيء يجبد بعضه انا نحبك معناها تعمل لنا بعض النقاط وتجينا هنا للاذاعه وتخاطب الجمهور وتخاطب الشباب وتخاطب المسؤولين انت خبره وانت خدمت وعندك برشا تجارب نحبوا نربحوا منك برشا كلام ونسمعوا منك برشا حديث ونسمعوا منك برشا تاثير ونحبك تتوجه للاعب وتتوجه للمحب وتتوجه للمسير في كلام تختزله انت وتعرف ايش تقول وتعرف ايش تحكي انت ونحن محتاجين ونحبوا نسمعوا الكلمه اللي تبكينا ما نحبوش نسمعوا الكلمه اللي تضحكنا إيه ما انا على ذمتكم ان شاء الله ما اشوف نخاف جد باش نعمل برشا عدويه وانا تعرفني سي محمد والله العظيم والله والله الناس تحب الحقيقه والله الناس تحب تحب تسمع تحب تسمع والناس تحب تتفرهد والناس تستنى ما اجي نقول تعرف شنو الموجود في القران مع الاسف والله. الشديد فما انه موك دو كوميونيكاسيون ما ثماش تواصل المسير ما يتكلمش الجلسات العامه ما تصيرش الناس ماشي قاعده تتفسمع شنو اخبار الشبيبه شنو اهدافنا شنو طموحاتنا شنو صار شنو اللي ما صارش شنو المطلوب مش ما فماش كوميونيكاسيون سي محمد مالو رزما ما نجمش نقول لك والله ما مش نتبع برشا اخبار الشبيبه برشا وش
باش نقول لك راهو الشبيبه راهي منار على الولايه كلها مالوريزمون. راهو انا كي كنت في الليغ وكل شيء نعرف الامباكت نتاع جيركا على الجمعيات نتاع الليغ دو كيروان هذيك قبل من 10 سنين توا راهو. هو ان شاء الله سي محمد تكون متواجد معنا في حلقات اخرى باش نحكيه في برشا ملفات، ان شاء الله تكون متواجد معنا مره اخرى. وسعداء جدا باستقبال المكالمه الهاتفيه نتاعك وعلى الصراحه نتاعك وعلى الاثراء الدائم نتاعك انت، وخاصه انت ولد الدار. شكرا ليك سي محمد عطله الرئيس السابق للشبيبه القيروانيه. اكيد مازلنا متواصلين معاكم اللي اخترتوا 90 3 راديو الحياه فهم، مازلنا مواصلين حتى لل11 نعملوا ترتيحه مع الموسيقى ثم نرجعوا للبلاتو. واحدة وعشرين دقيقة بعد العشرة مازلنا مواصلين حتى للحداش. تحية كبيرة برشا قاعدين يتفاعلوا معنا برشا. أنس الهمامي في تنسيق المكالمات الهاتفية قاعدين يتفاعلوا معنا برشا، خاصة يتابعوا في الحصة سبيسيال عيد الخاصة بتقديم التهاني للعائلة الرياضية. سؤال سعلي وحمدي، تابعوا التنس ولا؟ أكيد بالطبيعة عنا أنس جابر ما نتبعوش التنس كيفاش؟ سعلي وزيرة السعادة. وزيرة السعادة بالطبيعة. شوف عبد الله، نحن أنا واحد من الناس كأستاذ الرياضة وحمدي كيف كيف، نحن رانا ما جيناش نتكلم على كرة القدم، جينا نتكلم على الحياة الرياضية والنشاط الرياضي في كامل ولاية القيروان. بالمناسبة هذه نحن نحييو كل الرياضات ونتمناو عيد مبروك لكل الرياضات والمنتمين لكل الرياضات، مسؤولين ولاعبين وجمهور. نحن اليوم جينا باش نتكلم على كل المعتمدياتنا صحيح. وبدون استثناء ونقول للاعبين نتاعنا في كل معتمديات معناها عيدكم مبروك وكل عام انتم حيين بخير، لاعبين ومسؤولين وجمهور في جميع معتمديات ولاية القيروان. فنحن نتكلم عن الرياضة وحب نقول لك حاجة، أنا ماهيش مجاملة وماهيش رمي ورود، صدقني تو عندي أعوام الكهرباء نتاعي ما تنسمع كان حياة فئة، وراه فما برشا ناس تتبع في الحياة تفهم وتخبار حياة تفهم، وغدوة تلقاها من الناس الكل متفاعلين معانا ويعطيك الصحة ونقصنا كذا وشبيك ما تكلمتش على كذا وشبيك ما قلتش كذا وين الجمهور يتابع في الحياة تفهم، خاطرها إذاعة كلمة صادقة تخرج من القلب بنظافة، ولا نريد إلا وجه الله ونحب إلا الحقيقة ونحب إلا المعلومة توصل للجمهور. وذاك إيش نحبه نحن، خدمة للناس الكل، نخدم المصلحة العامة، ناس الكل يد واحدة من أجل النهوض بولاية القيروان وكذلك بتونس. سعيد جدا باستقبال المكالمة الهاتفية زميلنا وصديقنا المدير الفني لنادي التنس بالقيروان ماهر بغنيمي، عيدك مبروك ومرحبا بيك. مرحبا بيك سي عبدالله، إن شاء الله عيد مبروك وسين دايما للعائلة الرياضية، كل الرياضيين، كل المسؤولين أولياء، وعيد مبروك المستمعين إذاعة حياة فهم والفريق العمل كل في الإذاعة ذي، وإن شاء الله يا أخويا نقولوا نحن ديما الرياضة بخير وإن شاء الله يعيدكم مبروك الناس كل. ان شاء الله عيدك مبروك، واكيد العيد تقسم على اثنين ماهر، النهار الاول في تونس ونهار الثاني اكيد وصلت القروان ولا ما زلت؟ وصلت اي والله تو مازلك دخلت القروان، غدوه ان شاء الله غربرون معناها لي زونترينمون، دونك عيدنا شويه على العائله وعلى الفامي وعلى الحباب والاصحاب، وان شاء الله غدوه نرجعوا نخدموا خويا وغربرون معناها لو بروغرام لي زونترينمون العادي. وبما انك ماهر اول عام خلينا نقولوا عمل في ولاية القيروان، أكيد اكتشفت النكهة والعادات والتقاليد نتاع ولاية القيروان، خلينا نقوله في شهر رمضان. صحيح اي والله يا رمضان في القيروان عنده شهر مستشال، سيرتو معناها العشرة أيام الأخرانيين، فما المهرجان تاع القيروان جيت 27 ما شاء الله العباد جاي خويا من البلايص الكل، وإن شاء الله يا خويا الشهر هذا يكون مبارك على الناس الكل وعلى الأمة الإسلامية كل. إن شاء الله يكون مبارك على الأمة الإسلامية. ماهر شنو الجديد في قادم المواعيد؟ والله البارح نهار العيد فرحتنا الحقيقة ون جابر بالانتصار هذا ضد لعبة بينيتش في دورة مدريد، رشحت الكارد فينال وخذت الريفونش نتاعها بعد ما خسرت معها في الدور النهائي في شارلستون، فرحتنا برشا نهار العيد.
نتمنى لها ان شاء الله التوفيق في الدور الربع النهائي. وهي حاجه كيما هكا الحقيقه ما تنجم كان دينا الثقه للرياضيين الكل وللاختصاصات الكل اللي راهو عندنا الكفاءات وعندنا الرياضيين. واذا كان نخدموا على رواحنا ونعرفوا كيفاش نهديوا نفوس ونعرفوا كيفاش نعطيوا حق الصغيرات نتاعنا وحق اللاعبين نتاعنا راهو النتائج تجي. وتونس ديما تنورنا في المحافل المحليه والدوليه. ان شاء الله ان شاء الله. في الختام على شكون تحب تسلم؟ والله يسلم على الفريق العدد كله نتاع الاذاعه. سلم زيد على رئيس النادي سي محمد ديوان وجه له تحيه كبيره على المجهودات الكبيره اللي قاعد يقوم فيها الفريق. وان شاء الله يا خويا ملتقانا في البرامج السنوي الجديد يا خويا في اعداد حياه فاهم كل سواء في سبيشال تنيس ولا في البرنامج ان شاء الله الصيفي. ونخلي لك يا خويا الاكسكلوزيفيتي عندك انت باش يا خويا تبشر المستمعين الكل. اوكي ان شاء الله ترجع للتشكيله الاساسيه الاسبوع القادم ان شاء الله يا خويا ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك ماهر ابو غنيم المدير الفني لنادي تنس بالقيروان. اكيد سعلي رياضه التنس اصبحت شعبيه والناس الكل ولات مغرومه بانس جابر والمقابلات نتاعها والفوز الكبير. اكيد انس جابر توا ولات سفيره ووزيره السعاده وسفيره العرب الكل راهو مش كان في قروان ولا في تونس راهي جميع الدول العربيه يتابعوا في انس جابر ويشجعوا في انس جابر ويشجعوا في رياضه التنس. عبد الله فما ميزه في القيروان. القيروان كبيره برشا وعندها بوتنسيال هومان كبير برشا، طاقات بشريه وامكانيات رهيبه في جميع الرياضات. راي القروان في على مستوى السكولير تقول لك انا صحيح. على مستوى كره قدم ما تشوف الناس كل تعرف القروان شنو، على مستوى كره السله، على مستوى كره جميع الرياضات بارتو في كل شيء، في السباحه عندنا في كل واحد من الرياضات اتليتيزم جيدو ناس تخدم وناس تجتهد. راي الامكانيات نتاعنا في القدرات البشريه والامكانيات ناقصنا شويه لهوه، ناقصنا شويه امكانيات، ناقص شويه تسيير، ناقصنا شويه برمجه، ناقصنا شويه فلوس ماده المال قوام الاعمال كما قالك سي محمد صحيح عندهم نقص كبير. ولكن لازمك تتفادى بحاجات اخرى، لازمك تعول على حاجات اخرى، لازمك تتكلم وتصارح وتحكي. فالقروان الرياضيين الرياضة فيها محبوبة جدا كل الرياضات وناس متألقة وإن شاء الله يا ربي نتواصل نتألق هذا ونتواصل. أكيد حمدي حتنتي تتبع في أخبار أنس جابر وقاعدة تحقق في نتائج كبيرة برشا وتعرف أنه خاصة فصل الصيف ماراثون كبير للمقابلات بالنسبة لي رغم الإصابات لكنها بقات في التوب 10 ولمنين لا نجم نلقى أنس جابر توب 9 توب 8 ونعرفوا انه اللقاء والانتصار نتاعها يوم امس ضد المنافسه اللي خسرت معنا بالحق اكيد وما فماش حتى نصورش فما حتى تونسي ماهوش توا ما تغرمش توا مؤخرا بالتنس وهي اونس توا صافي تقريبا 10 سنين من اللي وقتها في رولان غاروس وقت اللي هي جينيور مازالت في صنف الاواسط وهي حتى وصلت توا ما شاء الله للتوب 10 بصراحه اونس جابر والفريق نتاعها المتكامل اللي فيه المدرب عصام الجلالي وفيه المعد البدني سيكمون معناها اطارات فنيه تونسيه على مستوى التدريب وهي معناها بصراحه وراه من قبل هو التنس قبل حتى وقتها كانت سليمه صفر نتفكر وانا مازلت صغير معناها التنس راه عنده تقاليد كبيره في تونس اما بصراحه انس وصلت بينا للعالميه توا معناها اول اتليت عربي توصل للتوب 10 بصراحه هذه امتياز كبير ومكسب كبير لتونس وكما معناها نحكيه حتى على نادي التنس هنا في القيروان بصراحه قاعد نسمع بصراحه النادي محترف انا قاعد نتبع في الاخبار نتاعو والله صدقني معناها شيء بالحق شيء يفرح بالحق ان شاء الله ربي يوفقهم وربي يعاونهم وان شاء الله يمثل القروان احسن تمثيل كما كان يحكي سعلي راي بارتو القروان فيها معنا في الرياضات الفرديه والجمعيه راهو عندنا مخزون رياضي ما شاء الله نقسم شويه دعم وشويه وقفه به هي كيما في الاتليتيزم عندنا في الاتليتيزم عندنا محمد امين الجهناوي ربح بطوله ايطاليا مؤخرا في العاب القوى على 1500 متر في الجيدو ما شاء الله تون قروان طلعت ما طلعت ما نحبش نذكر باش ما ننساش برشا ناس ان شاء الله بالحق يلقاو الدعم هذوما من السلطات المحليه ومن ان شاء الله يلقاو الدعم. مش نسلك سعلي رجعنا للبطوله التونسيه حاجه جديده دخلت لتونس الفار الفار وما ادراك ما الفار الجوله الثانيه اكيد كنت تتابع في المقابلات
هل تعتبر الفار الى حد الان في تونس تطبيق نتاعو ناجح او لا؟ احنا قبل ما ندخل لتونس تطبيق الفار في العالم الناس اللي عندها الامكانيات طريقه الاستعمال الناس اللي عندها الكاميرا 24 و 50 كاميرا في الملعب هل ترى ناجح الفار ولا مش ناجح؟ قبل ما نجي ونحكي على نجاح الفار في تونس، في تونس اللي ما عندناش امكانيات وما عندناش لي كاميرا وغير مجهزه ملاعبنا، انا هي الملعب اللي فيه تنجم تحط فيه فار راقص شنو قداش فيه من كاميرا؟ كيفاش باش تحكم انت على اللقطه ولا مش لوج على اللقطه نتاع التلفزه مره تعطيها لك ومره تخبيها لك؟ هو باش يعطينا اكثر تفاصيل رئيس لجنه المراقبين بالجامعه التونسيه لكره القدم وحكم دولي سابق، سعيد جدا باستقبال سي شكري سعد الله، عيدك مبروك وسنين دائمه. مرحبا بك عبد الله، عيدكم مبروك الاخيين الكل، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. مرحبا بمستمعين حياه افهام، ان شاء الله ديما حيين بخير، ان شاء الله ديما في رقي في سعاده. نتمنى لكم كل الناس كل في فالعيدة ذي إن شاء الله بكلكم تكونوا في صحة جيدة أول حاجة. شكرا لك بضيوفك الكرام، ما نعرفش شكون أحذية سي علي خليل وسي حمدي الرئيس، نشرفوا بهم الزوز أخوي سي علي خويا وسي الرئيس حمديك مبروك يا شكرا، كل عام وانتم حي بخير انت والعائله ان شاء الله. ربي يفضلك على شكرا، كل عام وانت حي بخير ربي يحييك الامثال، ان شاء الله عيد مبارك عليك والعائله كامله. اه والله الحمد لله بارك الله فيكم. مرحبا بك سي شكرا، ربي يفضلك. حبيت نعرج على حكايه الفار، كي نسمع في سيدي علي تو قال لي الامكانيات تغزل لي سيدي علي، راهي الجامعه التونسيه اتفقت مع المشغل هذا اللي هو شركه فهمت اسبانيوليه برتغاليه هي اللي تتكفل بتصوير المقابله. فما شركة أجنبية سي شكري. هي شركة أجنبية. مش تضمن معناها لي كاميرا وش تضمن الضوابط الأساسية بتاع الفار؟ مليار مكاريتها هي ب 20 مقابل 30 مقابلة اللي باش تقدمهم. فالذي هي تتفاهمنا معاها استاج الحكام لمدة 3 شهور بدأت من جانفي سيتني مارس. باه. وبعد استاج باش تأمن لنا 30 مقابلة اللي هي بتاع بتاع الفار. اللي هم بتاع البلاي أوف كلهم. بلاي أوف وفما الفيزان. اذا الملاعب اختيار الملاعب في اللي مش يحتضنوا هذه ملاعب خاصه وتفيها تجهيزات اخترناهم الملاعب، الملاعب تختار فهمتوا ناس في فون هي ذكرنا بها مسي شكري ما يسالش كما ترى شنو صفاقس صفاقس مستير مستير سوسه 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 جديد راهو اي اكيد ملعب الاولمبي ورادس ورادس هذوما الهومولوجاسيون معناها التاشيره عطاتهم للاربع ملاعب هذوما ده ده معك هكا ان شاء الله نقولوا نسبه النجاح نتاع الفار واستعماله لا خاطر ما خاطر الاستعمال لي كاميرامين ما خاطي معناها داخلين في الواحد في البروتوكول انا هي تحضر لك المقابله بتاعها قبل بساعتين تلقى كل شيء جاهز اكيد يطلعوا جماعه الفار يعملوا لي سي نتاعهم الاولاني والثاني وبعد يعملوا لي سي الاخر مع الاربيتر وبعد قبل بربع ساعه يعملوا الاخر لقطه معناها يعملوها مع بعضهم باش يقدموا في يبدا المقابله نتاعهم ان شاء الله. ان شاء الله تونس تكون معناها سباقه في استعمال الفار وفي نجاح الفار. نحن نسميوه سلسيل في افريقيا. ثم مصر قبلنا والمغرب. مصر والمغرب هما اللي بداوا قبلنا الفار، نحن معناها في رقم قياسي كبير ياسر راهو تصور راهو الستاج نتاع حكم بالنسبه للفار يبدا من 6 شهور للعام، نحن في 3 شهور رقم قياسي. سي شكري. اليوم حسيته ثم تحسن نتاع الفار، علاش؟ ماك تعرف ديما اصعب الامور مبادئها. سي شكري. معناها المره الاولى ماك تعرف ما زادت جديد وما زادت العباد شنو هي وقتاش يدخل الفار وقتاش يكون فهمت انا حاسم وقتاش ما يدخلش. فهمت؟ معناها تو كيف ورقه صفراء كما بكري نسمع فيها الناس تتكلم راه في ورقه صفراء ما يدخلش الفار. ما هذاش حبيت نسالك انا على كل مجريات المباراه ولا على الاهداف فقط ولا اعطينا التفاصيل تاع تدخل الفار. الفار يتدخل في ورقه حمراء. باه. هويه غالطه. هويه معناها الحكم عطاه لفلان وعطاه لفلان. باهي. في ضربه جزاء سوى صحيحه ولا غالطه ولا هدف صحيح ولا غلط. الهدف باش يكون صحيح، كان صحيح لازم يكون قبل نظيف، اش معناها تنظيف؟ معناها قبله لا كوفرون، لا لمسه كوره باليد، لا خرجت الكوره قبلها، معناها لازم يكون الهدف كيسجل علاش يقعد يستنى في الشيك اوت.
نتاع الهدف يشوفوه جماعة الفار اللي فيهم في الغرفة نتاع الفار يشوفوه هل سبق الهدف فما خطأ ولا خروج كرة خروج كرة كما اللي صار لنا كل عام كرة خرجت وكمل وقت اللي يلزم ترجع عليها قالك لا عدي وظلمونا فيها هذه هذه الاربع حوايج اللي دخل فيهم الفار فهمتك انا جابش يدخل في كورنيان ما يجبش يدخل في فوضى بريستاسيون لا كان تقديرات الحكم هذيك معناها ساعات واحد بكري نحصل في واحد قال له حقه شو ما قالولوش على السفرة ونقول لك حاجة أخرى راهو الفار كي استدعى حكم ما يقولوش راهي ثم بينالتي ولا ثم راهي لمسة كرة باليد ولا ثم يعطيه اعتبار يعطيه التصويرة تاع اللقطة وهو يتصرف ويلزم يكون قانون معناها القانون حافظه اللي في الفار يعطيه الاعتبار مثلا يقول له لمسة كرة باليد في 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 في, في منطقة الجزاء هاي الاعتبارات ولا هجمة واعدة هاي الاعتبارات مش نعطيه فيها أما لا يقول له خذ قرار ولا يقول له آتي ولا خذ بدون تأثير يعني ما غير ما يأثر الحكم لا مسجل كل شيء خطر في بيت الفار والحكم له هو الكل هو آخر واحد راهو الحكم مثلا ماشي ذا فار يقول له خذ حكم هو سيد لا 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 سيد المقابل يعني يعود له اللقطة وهو ياخذ القرار المناسب صحيح فهمت أنا يجيني للحكم نقول له راي ثم لمسة ثم هجمة واعدة ثم مسيطر عليها اللاعب راهو معناها اون فاس دو معناها من المرمى فاس راهو هكا وهكا وهكا وخليه هو ياخذ قرار واحد بالله يزيد عاودهم لنا شكري سي شكري الاربع حالات ما يسالش خلي الجمهور اللي ما سمعش يزيد يسمع وفي عقلك بشويه مع الشرح شويه باش الجمهور يسمع مليح عندك الهدف يتسجل سواء غلط ولا صحيح في حاله الهدف هدف باه والكرة هنا فيها البيوس هذيك تدخل ما تدخلش تعطي الإشارة ما زلنا باه باه الفار فقط على الصورة على الصورة باه معني باه وعندك ضربة الجزاء ضربة الجزاء باه فهمني وعندك الورقة الحمر الورقة الحمر معناها كيجيو أجريسيون ولا حاجة تدخل كما صارت لتونس كونتر نيجيريا هاي فهمتني اه شكونا نحن والهويه الغلط عطى انذار غلط مثلا حد هذوما الاربع حوايج اللي داخل في كما صارت زاد المشكله زاد في الواحد الجزائر زاد ظلموها زاد في الهدف فهمتني وقدمت شكوى لتخريب الفيفا شوف بالنسبه للجزائر باش خاطر برشا بوليميك في حكايه الجزائر الفار يقول له ما خدمش الفار يعطيه لي كم يقولوش راهو يقول له راه بونت وخاتي ومش واحد راهو يقول له ثم خطا اذا شوف مثلا هو ما مشاش طلع لي سي شكي راهو وشكون قال لك هو كلموه جمله حكايه اخرى هكا ولا انا حسن النيه في الفار ولا مش حسن النيه لا مش كل شيء مسجل راهي عليه مش تفديك راهو اكيد مش تفديك امور جديه نحن نلوجوا لابيرفكسيون راهو الناس المستمعين الفار قبل ما يبدا المقابل درجين يبدا يسجل وكي توفى بعدها بدرايه بدرجين. على كل واحد تحمس وليته ما فماش هذا ليه هو تعايا خير ماشي السلام عليكم هو عيط له ولا يجا ويمشي لا لا لا. امور مضبوطه. ثم بروتوكول يتطبق. بروتوكول يتطبق باش ما يتظلم حد لكن حسينا كل الجزائر ظلمت. انت شنو رايك؟ انت تراها من منظارك انت شنو رايك يا حكم اللي حاب نوجه لك سي شكري سعد الله شنو رايك في مباراه الجزائر؟ ما انا ما ظلمت عليها المقابله كامله كنت تفرج على مقابله كامله نقول لك ظلمت ولا ما ظلمتش انا تفرج تو ما تفرجش عليها مقابله الجزائر خاطر ماك ناقصه تونس تلعب ما تفرجش عليها اما كان تفرجت عليها نقول لك راهو وراهو الفار ما يعيطش راهو الفار ما يعيط كان في الاربع حالات هذوما باش الناس خاطر مشوا سامحني بالكلمه حك شعرك ايجا لا ما عادش تولي كوره كيك تولي اقل حركه تولي صحيح صحيح تولي صحيح 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 معناها تولي ما عادش كوره تولي كان نلعب في الباسكيت ولا نلعب في حاجه يعطيك صحه على التوضيح شكرا ان شاء الله ربي يوفقنا ونعديو الفار وننجحوا فيه على خاطر قاعدين نشوفوا خلينا نكمل الكلام راه اصعب الامور مبادئها ماشي شد تو الناس بشويه بشويه تو تعرف وتولي وتتنحى برك عوايد خاطر تو اليوم كان جا حكم اخر حكم ها ما عطاش بيناتي انت بيدك كما تفرج ما انا بيدي ما شقتش بها من الاول هاي كما تفرج هاي وتكنيكيا ونقول نفرج
ما تاخذش بها سبحان الله. اي لا ما نجم انسان ما تقديرات ما راهاش لحظه اي حاجه تصير. انت توا اليوم تفرجت على المقابله حسيت تمثيلتي انت؟ لا ما بصراحه ما صعيبه شويه صعيبه شويه. تعدت بسرعه شويه وتعدت بسرعه هو لمس الكره باليد وقوه الحكم في الشان فيزوال نتاعو وفي معناها لا بيرسيبسيون لا بون بيرسيبسيون نتاعو يلتقط الصوره بسرعه ويحللها. راهو بشر يا سيدي علي بشر طبيعه عمل انساني في الاخر هو ما هو هذا اللي فرق الحكم هذا من هذا سي شوف. لا يا سيدي علي راهو اللقطه اللي صارت هذيك احبل باش يقول لي حكم ما نجمش يسلق بها خاطر ريتها كيفاش تلعبت الكره انت كورج وتعرف كيف اخرت الكره وحتى واحد معناها ما لاحظ ولا حتى واحد زيدي ولا واحد ما تعديت واضح ما فهمتش حتى ما لاحظت في المقابله ثم حاجه كان الفار شلق ماشي كان الفار شلق هذاك علاش انا فما حوايج ان شاء الله الناس توا انا اليوم خفت على الحكم خاطر هو مباو بالقائمه الدوليه خفت تطلع اللقطه معناها والحمد لله معناها اللي في الفار وسام بن اسحاق معناها انسان فيدرالي معناها ولا لا بار كفه معناها فيدرالي معناها قانون يحافظوا عن ظهر قلب وبالتالي فهمت لا طبق القانون كما ينبغي واعطاه اللقطه واعطاه لي كونسيديراسيون وهو اللي مش ياخذ قرار فهمت لا باش اعطاه معناها اللونج المزيان اللي الواحد وكبرها له بالزوم خاطر قعدت نحكي معاهم بكري كبرها له بالزوم كي راها بالزوم مشات طول معناها بدون تردد بدون تردد واضح واضح ان شاء الله سي شكري راهو اجي نقول لك فما بعض المباريات وبعض الحاجات اخذ بالله حتى خلينا نقول لكم زاد في القانون راهو كي ظل ما عندوش لقطه للفار والحكم معناها اللقطه ذيك ونحن كنا راهو مش يمشي اللقطه اللي يمشي لها الحكم راهو يقول ايه ولا ينجم الفار راهي لقطه في لقطات خاطر نحن هي في قطر تو يحكيوا لي معناها في كاس الامير نتاعهم سجلوها ب 52 اكثر بالدوبل نتاع الفيفا اللي هي الفيفا تعمل ب 24 كاميرا. فهمتني؟ هنا كذا اللقطة معناها غير واضحة راهو قرر الحكم هو سيد الموقف بالطبيعة معناها من نجم معناها نرجعوا ديما للحكم راهو حتى كان دخلنا الفار راهو القرار الأولاني والأخراني يرجع للحكم واضح الفار مش يعطيه معلومة مش يصحح معلومة هو بالحق هو جاء الفار باش يصحح معلومة أكاو سي شكري نحبك تتذكر لنا بعض الاخيان في سلف التحكيم وتعيد عليهم شخصيات اللي انت تحب تجبدهم نحن في القروان نتمنى الشفاء العاجل لسيدنا علي شبشوب ان شاء الله ربي يشفيه وربي سيد بودن زاد مازال عمل عمليه على القلب ان شاء الله ربي يشفيه نسلم على الاخيان الكل في رضا البازي شي هشام ميلاد سي نور الدين سوسيه سي خالد بن جيمه سي صاحبي الهدواج سي عزين الشارد القيدوم سي حسين فيال ربي يشفيه زاده الاخيان الكل اللي معناها كان نسيتهم يسامحوني معناها الاغلبيه يعطيك الصحه سي شكري وان شاء الله انتم نتمنى لكم عيد سعيد وعمر مديد وان شاء الله يعطيكم الصحه والعافيه وربي يبقى عليكم الستر. شكرا لك شكرا لك سي شكري سعد الله اكيد سي علي حاجه باهيه برشا انه الناس تعرف قوانين بالنسبه للفار وقتاش يدخل ونذكر بهم انا اربع حالات باش يدخل فيهم الفار حاله الهدف الاولى حاله الثانيه ضربه الجزاء يدخل فيها حاله الثالثه الورقه الحمراء واخيرا الهويه الغلط حاجات هذوما خلينا نقولوا 80% من الاخطاء بالحق واكيد سعلي انه ساعات بالعين مجرد كما قلت انت العمليه سريعه ما نجموش نسلقوا بها كما مقابله المنتخب الجزائري اكيد والفار شنو يسهل وينصف ينصف المظلوم ويوري الحقيقه وراو الفار يفرض على اللاعب الالتزام في الملعب صحيح لاعب ما عادش يضرب يقول لك عندي فار يتبعني لاعب ما عادش يلصق ما عادش يعمل ضرب جزاء ما عادش يعمل كذا يخاف معناها يولي مقيد حتى الكلام تو كي تكلموا كان لاحظتش
مدرب مش يكلم ولا لاعب مش يكلم يحط يده على فمه باش ما يبانش ولا الناس كنترولي اكيد الناس تراقب في رواحها وتعرف اش تقولش ما تقولش العالم يتفرج يا سي حمدي لا مكشوفة على العالم وشفاف يا سي الناس تفهمها وتأولها فما بالك باللقطات الفنية ولا لقطة الضرب ولا اغريسيون ولا هدف ولا معناها كما قلت في الاربع حالات هو حمدي الحالة اللي قال عليها بكري سي شكري تونس ونيجيريا تونس ونيجيريا اكيد رجعوا لقطة الحالة ذيك ضربة الجزاء اللي اعلن عليها للمنتخب التونسي ثم ضربة الجزاء مع الورقة الحمراء مع الورقة الحمراء ذيك اللي خلت المنتخب خلينا نقولوا نيجيريا وكذلك مقابلة المنتخب السنغالي ضربة جزاء كانت لتونس ثم سحبوا ضربة الجزاء المنتخب التونسي كان على الاقل يسجل ويعادل النتيجة بالطبيعة تصور انت قدر الله عبد الله ما كانش فما موجود فار معناها تتضم حقك عينين وما ترشحش خاصة في فريق رانا ما ترشحناش المونديال معناها خطأ تحكيمي يحكم في مسيرة نتاع منتخب كامل هذاك هو والله يحاول معناها الحالات هذوما واحد من الناس اللي ما كنتش اول مره نعرفهم بالضبط الحالات انا هي اللي لازم الفار يدخل فيها وانا نتمنى انه الفار ما يقعدش كان في مرحله التتويج خاطر فما مرحله تفادي النزول مش تكون قويه برشا خاصه فرق تلعب من اجل تفادي النزول سعيد جدا باستقبال المكالمه الهاتفيه خاصه من مدرب شبيبة القيروان سي سالم القذامي يقولوا له عيدك مبروك وسنين دائمة عيدك مبروك عبد الله وعيدك مبروك وعيد مبروك على جميع الرياضيين الكل وخاصة القراوة ونعيدوا على اللي موجودين معاك معايا سعلي خليل وسي حمدي الرئيس مرحبا بيهم عيدك مبروك سعلي عيدك مبروك سي سالم مبروك سي سالم خير ومرحبا بيكم اخويا وربي ان شاء الله يداوم لما هذه ديما موجودين معنا ان شاء الله يا رب وان شاء الله يا ربي وعيد مبروك على الرياضيين الكل في القروان وخاصه جماهير الشبيبه ان شاء الله سي سالم اكيد اجواء العيد بعد ما كنا الناس الكل مركزين على اجواء الرياضه ونهايه الموسم خاصه للشبيبه القيرونيه وللاسف للشبيبه ما يعني ما تمكنش من الصعود اكيد فما شارم اخر وسبيسيال عيد خاصه العادات التقاليد نتاعنا وانت اكيد كنت بحذانا حاضر في البلاتو كنت حكيت على الصعوبات خاصه انه العائله الكل ما تمكنتش يعني انت تعرف انه التنقلات نتاعك تقريبا اسبوعين للبرة والتربصات يعني كنت محروم حتى من تواجد مع العائله والصغيرات صحيح جاتنا في الفترة تاع أول رمضان كانت فترة صعبة برشا خاصة معناها شبيبة معناها تلعب في مقابلة حاسمة ونحن خارج القيروان صحيح مش كما في رمضان خارج القروان كما في القروان شارم كبير رمضان في القروان وكذلك أيام العيد وإن شاء الله أخويا تعدت السلامات والحمد لله يا ربي إن شاء الله نكون معناها عدينا فترة طيبة في مع شبيبة صحيح ما وفقناش ربي باش تعدينا للصعود وكما تعرف الناس الكل حلمنا برشا لكن نحن بكل صراحة فرصة ذي عبد الله باش نحكيه شوية ما كناش حاضرين بالبداية معناها المرحلة التتويج هذاك علاش معناها ما قدمناش مباريات تثيق بشبيبة القيروان على شكون تحب تسلم سي سالم والله نسلم على جماهير شبيبة الكل نسلموا على العائلة نتاعي الكل وإن شاء الله عيد مبروك علينا الكل ونهني زادة زملاء نتاعي الكل معناها المدربين وليزونسينيون الكل في قطاع الرياضة الكل وإن شاء الله كل عام ونحن حيين بخير وأكيد الأسبوع القادم إن شاء الله تكون بحذانا في الاستوديو إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هي دعوة سي سالم وحكينا في الكواليس وكنت وعدتنا أنه إن شاء الله باش تكون معنا موجود الأسبوع القادم في البلاتو ان شاء الله عبد الله ان شاء الله ربي فضلك ونسلم على اولاد اللي معاك سعلي وسي حمدي وليدكم زين اخويا شكرا لك شكرا لك سي سالم القذامي مدرب شبيبة القيروان ان شاء الله كما قال سي سالم الاسبوع القادم باش يكون متواجد معنا سعلي مدرب الشبيبة القيروانية للحديث على فريق الشبيبة الرياضي القيروانية وهذا والله العظيم راهو المدرب شخصية عامة والجمهور عنده حق على المدرب نتاعه يحب يسمعه نحن رانا مانيش نحن مش نوصل باش يوصل معلومه ومش يتواصل مع جمهوره الناس تحب تسمع بعض النقاط بعض التفاصيل بعد شنو اللي حاجات اللي صار شنو الحاجات اللي هو يحب يوصلها للجمهور
فهذه هي لابون كوميونيكاسيون، هذه لحسن التواصل، وهذه مش تذوب برشك الحاجات الاشاعات تنحيها وتنحي الكلام الغلط وتنحي تعطينا نسمعه صحيح وينتهي الموضوع، خاطر التأويلات الكل مناش، التأويلات تجي على عدم موجود المعلومة من صاحب المعلومة. نتمناه ونحن صلى عيد مبروك لكل المسؤولين وكل الإطارات الفنية متاعنا، نتمناه وإن شاء الله سي سالم يكون موجود معنا، وإن شاء الله سي عبد الرزاق زاد يكون موجود معنا، وسي بشير باش يتخاطبوا مع جمهور الشبيبة ويتكلموا، مع التساؤلات جاي من الجمهور صدقني سي حمدي يوميا كل الناس الكل تعرض لي اخويا التفاصيل، هذاك الحديث فما برشا حاجات قاعدين نعيشوا فيه يوميا صحيح، لازم وهي فرصه فيه. حمدي باش يكون متواجد معنا مدرب الشبيبة القرنية، خذا فترة راحة فترة تأمل باش نحكيو على الأسباب اللي خلت الشباب القرنية في الأمطار الأخيرة ما تصعدش، أكيد فما عدة أسباب، هذاك علاش باش يكون موجود معنا سي سالم القذامي وسي علي، أكيد حاجة باهية برشا باش الجمهور يعرف التفاصيل في حقها بكل هدوء معناها، ونحبوا نكونوا كونستركتيف من توا طريقة جبل مخاطب الجمهور الشبيبة يعيشكم ونفضلكم، نحن نحبوا نسمعوا الحقيقة من المعني بالأمر، نحب نسمع بعض التفاصيل بكل هدوء بكل احترام، نحترم بعضنا كجمهور وكهيئة وكإطار فني، نسألهم بكل احترام، نتقبلوا الحقيقة متاعهم بكل معناها بتلقائية، ومش تصير حوار ما بين الجمهور وما بين الناس المسؤولين متاعه، ولكن حوار يكون بناء حضاري الغاية منه المعلومة فقط. إنارة الرأي العام أكيد، وانتي حمدي تابعت مقابلات الشبيبة الأخيرة، للاسف تمنينا الناس الكل انه الشباب يكون في الرابطه المحترفه الاولى، تعرف انه الموسم القادم باش يكون موسم صعيب برشا. انا كاس بالحق عبد الله كانت فرصه، ما والله عبد الله راهو الفريق بصراحه ماهوش ما عندوش معناها البوتنسيال نتاع السعود بصراحه، من غير ما لا ننقزم ولا في اللاعبين الموجودين عندنا، ذاك هو معناها الرصيد البشري ماهوش هكا الرصيد اللي بالحق ينجم يوصلك كي تقارن مثلا بالملعب التونسي تشوف عواضي والحناشي وكذا، لاعب الكره نتاع دوري ممتاز، وانا عام سنه ماني سي سالم حكيت معاه ووضح وحكى لي برشا امور، تو كي جيت بالحق زيد توضح الامور، راي الكواليس ما كانتش الامور ما كانتش، او البيريود هذيك اللي عاشها هو صدقني عاش تحت ضغط كبيره، انا عشت معاه بالتليفون صدقني، خمس ايام هذوك نتاع الدوري ممكن من اصعب ايامات عمره، تو يجيو يحكيو وفرصه زاده باش تكون معنا انت الاسبوع القادم تواجد معنا سي حمدي. سي علي فما شكون يتابع في البرنامج نتاعنا، فما شكون حب يتفاعل معاك انت شخصيا؟ محمد علي زنازن عبر الهاتف، قولوا له عيدك مبروك ومرحبا بك عبر موجات اذاعه حياة فان. الو على السلامة اخويا عبد الله، ان شاء الله عيدك مبروك سنين دائما ليك والكبت القيروان، حبيت ان نقول سنين دائما سي علي خير سي علي خليل، بارك الله فيك ضيف عزيز وغالي، بارك الله فيك علينا وعلى قراوة الكل، عيدك مبروك وعام بخير علينا وعليك علي. حبيت ان نتدخل الحقيقة، كنت نسمع في البلاتو بارك الله وفيت وكفيت، بارك الله فيك بارك الله فيك، نسمع فيك اسمه محمد، ورجعتنا التاريخ مزيان ياسر، الفترة مزيانة ياسر في السعودية، وذكرت ناس عزيز وغالين كيما تيمستيري، وحبيت بالمناسبة هذه نتمنى شفاء العاجل سي علي تبشو، اي ربي يفرج عليه وربي يشفيه، هذاك نقولوا بابا علي صاحب الوالد الله يرحمه وينعمه، حبيت نذكرك بشخص ممكن بون انا مش اللوم عليك، ما يلوم عليك بعزازة، اي مسال حبيت اللوم عليك بعزازة مش لازم اللوم، حبيت نذكرك بشخص اللي هو محمد الهادي زنازن. سي محمد الهادي زنازن، سي محمد الهادي زنازن بصراحة ربي يرحمه وينعمه، سي محمد الهادي زنازن شخصية قيروانية، كان يخدم في جدة في القنصلية، وكان جميع الخدمات متاع الرياضيين والإطار الفني في السعودية كل يقوم هن بيه والله يرحمه ويذكره بالخير. سي محمد الهادي زنازن كان ديتاشي في القنصلية في جدة، وكان خدماته للناس الحجاج والمعتمرين هو وسي حسين المثنين، فربي يرحمه وينعمه صراحة، معناها نقول إن الله نرجعوه، هذه حاجة ربي، ولكن افتقدنا الراجل هكاك، الراجل ذاك راجل كبير وعظيم وخدمنا برشا، أنا واحد من الناس خدمني برشا
ربي يرحمه ويدعمه اخويا عندك الحق وهنا اعطينا له شويه بركه راه بلي مش نتكلم عليه سي محمد لادي هو خاطر ذكرت فتره مزيانه ياسر وذكرت رجال القيروان صحيح وذكرت الحكام وذكرت عليه وذكرت المسيرين والمدربين وكل بون حبيت نذكرك باللي فما شخص اسمه محمد لادي نعم وعلى العين وعلى الراس ربي يرحمه نعم حبيت نذكرك اللي موجود واللي خلى الخليفه ما ماتش اللي خلى الخليفه ما ماتش ربي يرحمه ينعمه وان شاء الله ربي يفرحك وسلم على الوالده وقول لها عيدك مبروك كل عام وانتم حيين بخير عايشك علينا وعليك محمد علي شكون تحب تسلم حبيت ان شاء الله نسلم على عائلتي وعلى امي ربي يشفيها حبيت نسلم على احبابي واصحابي والناس اللي يحبونا وان شاء الله جيسكا في العلالي ان شاء الله ان شاء الله شبيبه في العلالي شكرا لك سي محمد علي زنازن على التفاعل معنا في البرنامج حاجه باهيه برشا سالي برشا قاعدين يتفاعلوا معنا برشا قاعدين يتابعوا في البرنامج بتاعنا يضيق الوقت تقريبا مازالوا اربع دقائق على النهايه برشا مازالوا يحبوا يتفاعلوا يحبوا يتكلموا يا عبد الله انا نحاول باش نذكر بعض الاسامي وكل مره نجي نذكر ناس معينين راهم ناس خدمه برشا القيروان واهل القيروان والرياضه كيما سي محمد عبد الزناز مثلا نسيت والله غالب انا غالب جل انا وقت اللي معناها مشينا دخلنا للسعوديه نحن صغار راني مشيت صغير عام 98 انا هو كان معناها الناس تشرف علينا ومرحبا وتستحق حاجه معناها ناس معناها ربي يرحمه وينعمه توفى معناها في جده غادي وفي العمل نتاعو ربي يرحمه وينعمه ونحن نجبوه كيما سي شكري سعد الله ذكرنا برشا شخصيات كيما سي حسين فيالة وكيما سي الله يرحمه سي المنصف جماعة التحكيم أنا اللي جي قلوا اذكر لي اذكر لي جميع اللي تتذكرهم انت كيما سي محمد قلت اذكر لي الناس اللي تتذكرهم فما ناس خاطر شنية الشبيبة الشبيبة هي البوتنسيال الموجود والميت والحي والموجود كيما نحن حاولنا باش نذكر سي علي شبشو باش نذكر سي حمادي نذكر سي القائد الكافي كيما سي التيجان وبرشا ناس اسامي ماذا بينا كون نجلو سي المنصف وهذا ربي يشفي معناها ربي يفضله وربي يطول في عمره انت سبق ما يصنع بيتي معناها صحيح هذوكم هما الرسيد انت سي علي سبق توا كنت مش نقول عليه هو سي المنصف وهذا ان شاء الله باش يكون ضيف الحياة فيم في الفي بي سبور اللي يرجع لكم من جديد نهار الخميس شخصية رياضية منصف ودا بونتو العادة باش يكون حاضر معنا نهار الخميس هكا وصلنا لهي حصتنا كلمة الختام سالي وحمدي سالي كلمة الختام أنا أتمنى عيد مبروك ولعائلتي زوجتي ربي يفضلها اللي تعبت معنا لعائلتي الكل خويا محمد اللي في تونس خويا عادل لأختي لكل العائلة لكل العائلة القيروانية لكل الرياضيين عيدكم مبروك وسنين دائمة وكل عام أنتم حيين بخير لنسيبي سي الهادي المخلوفي كابيتان تاع الجيسكار في الستينيات كل عام أنتم حيين بخير وإن شاء الله ربي يعطيكم الصحة والعافية نفس الشيء عبد الله نحب نعاود نهني الوالد والوالده بالعيد وان شاء الله ربي يفضلهم تاج في قروسنا زوجتي وابنائي العائله المصغره نتاعي عائله شبيبه الرياضيه القيروانيه الاقرى وكل اللمه ذي الباهيه ان شاء الله ديما تتعاود في الخير يا ربي ان شاء الله العائله الرياضيه الموسعه تكون ديما في خير وصحه وسلامه ان شاء الله ولدي في المانيا محمد والمدربين للشبيبه هو في المانيا اللعبه دي ما تعرفش هكا وصلنا لنهايه حصتنا ان شاء الله كنا خفيف ظل عليكم والتدخلات عبر الهاتف كانت ثريه جدا نستسمحوا الناس اللي ما نجمناش نعديوهم والناس اللي تحب تدخل معنا ان شاء الله في الحصص القادمه نحطوكم على هواء ونجاوبوكم ونتواصلوا معاكم وشكرا للتذكير ما تنسوش ان شاء الله الفي بي سبور باش نرجع لكم كالعاده البرنامج اللي حبيتوه برشا شخصيات رياضيه باش يكون معنا نهار الخميس سي منصف ودا رمز من رموز الشبيبه القيروانيه بونت العاده منصف ودا برشا مفاجئات ان شاء الله باش تكون نهار الخميس شكر خاص تحيه كبيره لجنود الخفاء ايمن ليغا في الاخراج التقني شيحاوي كذلك شاكر تحيه ليه في الاخراج الرقمي انس الهمام اللي سهرناها معنا في التنسيق المكالمات الهاتفيه عبد الله حطاب كان كوتي ميكرو ملتقانا الاسبوع القادم تصبح على خير الناس الكل أجواء الفرحة معليكم كنت كلمونا على 70-035-120 وهيد على عزيز عليك والحياة فم تفرح بيك وإن شاء الله عيدكم مبروك على الحياة فم